من الرحيم. هنبدأ في تاني عنوان عندنا في شابتر المانجمنت اوف بويزنينج. خلصنا الاستابيلايزيشن، خلاص احمينا العيان من الموت عن طريق الاي بي سي دي، وخلصنا الخطوات دي الفيديو اللي فات. هناخد دلوقتي الدي كونتامينيشن، ودي تاني خطوة في المانجمنت. الدي كونتامينيشن بيتقسم الى حاجتين، حاجة اسمها دي كونتامينيشن، حاجة اسمها انهانسد اليمينيشن. الدي كونتامينيشن هشقل اربع حاجات: الاي، السكن، الانهاليشن، والجي اي تي. الجي اي تي ضرت هذه الحصة، هنشرح فيها خمس حاجات: الاي سي جي، الاي والسي والجي، دي تلات حاجات، والاي سي اللي هو الاكتيفيتد شاركول، والهول باول الريجيشن. اما الانهانسد اليمينيشن هنشرح فيها دي دي اتش بالراحه كده. اول حاجه الدي كونتامينيشن. الدي كونتامينيشن معناها ان السم لسه على باب الشقه، السم لسه على باب الشقه، يعني اقدر انضفه بسهوله واطرده بسهوله، لسه سوبرفيشال، سواء موجود في الاي او السكن او انهاليشن او حتى في الجي اي تي. هتقول لي حتى الجي اي تي يعتبر سوبرفيشال؟ ايوه، ادم لسه اقدر انضفه ولسه ما وصلش للدم. اما الانهانسد اليمينيشن، السم وصل للدم، يعني السم بقى في اوضه النوم، حصل له ابزوربشن، خلاص هننضفه من الاي او السكن او الانهاليشن بسرعه كده، هناخدها قراءه سريعه. اما الجي اي تي هنشرحها في نص الحصه تقريبا. الاي سي جي دي اختصار ايميسز كاثاريتك، والكاثاريتك دي خلاص ما بقتش تستخدم، والجاستريك لافوج. اما الاكتيفيت شاركول فده نجم النجوم في الحصه النهارده، اهم حاجه واول حاجه الصراحه بنستخدمها حاليا. في منه سنجل دوز اكتيفيتد شاركول، وفي حاجه اسمها مالتيبل دوزز اكتيفيتد شاركول. من اهميته كتبته باللون الاحمر، وده بيتحسب على الدي كونتامينيشن، ويعتبر برضو ميثود اوف انهانسد اليمينيشن. الهول باول اريجيشن بغسل الجي اي تي من اول الفم الى الريكتوم. نخش على الانهانسد اليمينيشن. يعني ايه اليمينيشن؟ يعني السم يخرج عن طريق الكليه، يحصل له اكسكريشن في اليورين. طب ما هو كده كده هيخرج. ايوه كده كده هيخرج خلال 6 ساعات مثلا. انا بقى هعمل انهانسمنت للاكسكريشن ده، هخليه يخرج قبل الفتره دي، اخليه يخرج قبل الفتره دي، اخليه يخرج مثلا في 6 ساعات. فبعمل له حاجه اسمها دايوريسيس، زائد حاجه اسمها بي اتش مانيبيوليشن، يعني اغير البي اتش. مانيبيوليشن يعني تشينج، هغير البي اتش بتاعت اليورين اوف يورين. الدي الثانيه كلمه داياليسز، والاتش هيمو بالفيوجن. داياليسز هعمل ثلاث انواع من الداياليسز، نكتب على جنب كده الداياليسز ثلاث حاجات. ايه هما؟ هيمو داياليسيز، زي غسيل الكلى اللي احنا عارفينه لو حد عنده فشل كلوي. تاني حاجة بيريتونيال داياليسيز، بغسل عن طريق البيريتونيال ميمبرين. واخيرا الجوت داياليسيز. الجوت داياليسيز دي جديدة، ودي بنسميها المداك. مالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول هو ده الجوت داياليسيز. والهيمو انفيوجن ده بغسل عن طريق ان انا بستخدم معايا اكتيفيتد شاركول، بستخدم الفحم عن طريق بحطه على حاجه زي القماشه كده، والدم يخرج يروح للمكنه اللي فيها القماشه اللي عليها الفحم. الفحم يأدزورب، يعني يمتص، مش يمتص، بيلتصق فيه، أدزورب دي بيلتصق فيه وبيشفط جواه السم.
ويرجع الدم نضيف تاني. قلنا من شوية ان الدي كونتامينيشن بيتم للاي والسكين والانهاليشن والجي اي تي. هناخد سريعا الاي والسكين والانهاليشن. بعمل اول حاجة الريجيشن اوف اي، بغسل العين باي تاب ووتر او صلاين. جالي عيان عيني دخل فيها رايش، دخل فيها ازازة، دخل فيها مية نار او اي كروسف، اول حاجة اغسلها بمية حنفية او صلاين. حتى في المصانع بيبقى عندهم في حنفيات كده بتبقى مقلوبة، بدل ما بتنزل المية لتحت بتنزل المية لفوق. ابتدي اغسل عينه كده، بغسلها لمدة ربع ساعة، كل عين بغسلها بلتر مية كده، وبستخدم معايا لوكال انستيزيا بنج موضعي عشان لو في ألم أو حاجة. طبعا أكيد بتوجعه من الإيه، لو إزازة أو حاجة وملتهبة وكده. هشيل الكونتاكت لينس، لو لابس كونتاكت لينس بحط العيان سوباين بوزيشن، سوباين بوزيشن. بستخدم ستريم اوف ووتر، بمشي اكروس النيزل بريدج من الميديال كانسس لللاترال كانسس او لللاترال، يعني اخرج المية على بره، لان لو عملت العكس المية هتنزل في المناخير، هتبقى تلاقي الواحد لو بيعيط تلاقي ايه في الدموع بتنزل من مناخيره، فانا كده بدخل السم جوه اكتر، فلازم اعمل ميديال لاترال. ولو الحالة سيريس انده بتاع الرمد. طيب السكن، ايه الحاجات اصلا المتوصفه سريعا عن طريق السكن؟ عندي الاو بي سي مبيد حشري، اخوه هو الكربا ميت، وفي عندي كمان الفينول اللي هو الفينيك اسمه التاني العلمي كربوليك اسيد، واخيرا التترا ايسايل ليد. ايه الخطوات؟ قال لك شيل اغسل اوعى تقصقص، اوعى اقصقص، يعني هنقصقص دلوقتي ما تخافيش. الشيل هشيل ريموف، هنموف ايه اول كلوزز، هنشيل هدوم العيان ده عشان هو لو دخل فيه مثلا مبيد حشري او كده هشيل هدومه كلها. بعد كده اغسل، قالك ووش ويز ووتر، بغسل بميه واحيانا بميه وصابون. اوعى افويد، يعني افويد الرابنج، اوعى تدعك الجلد لان ده بيزود الابزوربشن وفي التوكسين ودي حاجه وحشه. قصقص، قالك قط الهير، قصقص الشعر في حالة لو كان السم جه على السكالب. الانهاليشن برضو هريموف العيان، ريموف البيشنت، احطه الى اير، احطه في فريش اير، وممكن اديله هوميوديفايد. هوميوديفايد يعني ايه؟ يعني مرطب كده اكسجين او ايه، او اسيست الفنتيليشن لو ده نيدد. بعد كده قالك اوبزيرف، يعني راقب كده ولاحظ الابر ريسبيراتوري تراكت ايديما عن طريق حاجتين، حاجه اسمها هورسنس اوف فويس، صوته يبقى كده شبه صوت الحصان، صوته محشرج في بحه في صوته كده. تاني حاجه الاسترايدور، استرايدور يعني صفاره مع النفس، ويزي ريسبيريشن بيبقى في حرف الاس كده او السين بيخرج مع النفس. لو حصل obstruction حاجة اسمها progressive airway compromise، يعني حصل obstruction اتقفل airway، هدي ET tube endotracheal tube. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله ونبتدي ان شاء الله. الـ GIT decontamination، خدنا في خطوات الدي كونتامينيشن، خدنا الاي، السكين، الانهاليشن. هناخد دلوقتي الجي اي تي اللي بتشمل الاي سي جي، اميسيس، كاثاريتك، جاستريك لافور، والاكتيفيتد شاركول في منه سنجل دوز ومالتيبل دوزز، وفي الهول باول اريجيشن. هناخدهم كلهم ان شاء الله ما عدا الكاثاريتك، طبعا ما عدتش تستخدم. يبقى احنا عندنا الجي اي تي دي كونتامينيشن، في اميسيس اخلي العيان يرجع، في جاستريك لافاج غسيل معده، اكتيفيتد شاركول اشربه فحم، هو الباور اريجيشن
يعني اغسل الجي اي تي من اولها لاخرها. اي طريقه في دول تبقى ماشي كده على ستيبس، خطوات معينه، برينسيبال، تكنيك، والدوز مع البريكوشن، انديكيشن، كونترا انديكيشن، كومبليكيشن. اول حاجه الايميسيس، الف ب ايميسيس، العيان لازم يكون في البيت، ما ينفعش يجي لي المستشفى واخليه يعمل ايميس، خليه يرجع، ده عيب في حقي، لاني انا عندي في المستشفى مانوفر وعندي طرق تانية ممكن اعملها، وادخله تيوب واشربه فحم، فايه اللي يخليني اخليه يرجع ويفضل نص ساعه يرجع ويقرفني. كمان لازم يكون العيان فايق، لان هو هيحزق وهيبتدي يعمل ايه مانوفر صعبه، وهتحتاج ان هو يكون فايق. طيب ايه هي طرق الايميسيس؟ في ميكانيكال باي فينجر، بحط صباعي في ايه في البوستيريو فارينجيال وول ايه واخلي العيان يرجع، بس ستيمولت الجاج ريفلكس، ودي سيف ميثود. وفي طريقه تانية ان انا اشرب العيان سولتي ووتر، ودي طريقه ما بقتش تستخدم، فيتال هايبر ناتريميا. بنخاف من الفيتال هايبر ناتريميا، بيحكى ان في طبيب جات له بنت كانت بلعه سم فرين، فضل بقى يشربها في كميات كبيره جدا من الملح، دخلت في فيتال هايبر ناتريميا، بقى الصوديوم بتاعها 168، واحنا هنعرف ان الصوديوم المفروض يبقى من 135 ل 145، ده الرينج بتاعه. فهو طبعا عللها الصوديوم جدا، ودي بتحتاج يدخل الرعايه الاي سي يو، والتظبيط بتاعها مبيبقاش حاجه كويسه، الكوركشن بتاع الهايبر ناتريميا بيحتاج وقت، فممكن تموت. تمام، الطريقتين دول مش حلوين. الطريقه الحلوه هي السيرب اوف ايبيكاك، بنقول على السيرب اوف ايبيكاك ده البيست اورال ايميتنج، البيست اورال ايميتنج احسن حاجه، هو اسمه نبات عرق الذهب. هنشرح فيه البرينسيبال، الدوز، والتكنيك، والبريكوشن، انديكيشن، كونترا انديكيشن، كومبليكيشن. اول حاجه البرينسيبال، الام اتصلت بيك في التليفون، يا دكتور الحقني الولد بلع 30 قرص سبرين، هشتغل لوكال وهشتغل سنترال، هقول لها فوتي على اقرب صيدليه هاتي الايه الايبيكاك. الايبيكاك ده هيخلي عيان يرجع في ظرف دقيقتين، بيحفز الجي اي تي خلال 5 دقائق كده، والعيان يرجع على طول، وبعد كده يلف في الدم ويروح للمخ سنترال يحفز السي تي زي خلال 30 دقيقه العيان رجع. طب اديله قد ايه يا دكتور؟ لو كان ادلت بديله 30 ملي في الادلت، 30 ملي، فنحفظها سيرب 30، سيرب 30. ودايما حافظين ان جرعه الاطفال التشيلدرن نص جرعه الكبار، يبقى 15. اما لو كان سنه من 6 شهور ل 2 يير بديله 10 ملي. طب لو تحت 6 شهور ممنوع تديله سيرب اوف ايبيكاك، ليه؟ قالك لان هم ما عندهمش جاج ريفلكس. كمان خلي بالك لو العيان بالع السم ده على امتي ستومك، معدته فاضيه، مش هيلاقي حاجه يرجعها، فانا بديله 500 مللي ووتر قبل الايبيكاك عشان يلاقي حاجه يرجعها. هديله فيرست دوز ما رجعش خلال نص ساعه، بديله سكند دوز ما رجعش، نو ثيرد دوز، وده سؤال ام سي كيو. طب ليه؟ قال لك لان الايبيكاك كارديو توكسيك في الهاي دوز. كان في فيلم كانت البنت اللي فيه طبعا عايزه تحافظ على رشاقتها بقى وقوامها وكده، فكانت بتاخد السيرب اوف ايبيكاك، كل ما تاكل حاجه تشرب السيرب اوف ايبيكاك ترجع، كانت بتاخده على طول على طول لحد ما جالها كارديومايوباثي وجالها كونجستيف هارت فيلير، واضطروا يعملوا لها هارت ترانسبلانتيشن. فعايزين نعرف من كده ان حته الايبيكاك كتير دي بتبقى وحشه على القلب. الانديكيشن، امتى اعمل ايبيكاك او ادي ايبيكاك عشان اعمل ايميسيس؟ قال لك في حالتين تكون انت مضطر لهم، يا اما السم ده نوت ادزوربد باي شاركول، ما بيمتصش على الاكتيفيت شاركول على الفحم، لان الفحم ده هنعرف ان هو اهم حاجه واول حاجه، وساعتها هضطر اعمل يا اما هول باول اريجيشن، يا اما بعمل ايميسيس، ده لو حاجه ما بتمتصش على الفحم او ما بتلزقش على الفحم. كمان لو البويزن انتريك كوتد او بيديلي جاستريك امتنج، انتريك كوتد يعني ايه؟ الدواء عليه ايه كسوه جامده جدا كده، وساعتها اللافاج مبقاش حاجه كويسه، اللافاج دي عباره عن خرطوم كده او تيوب، ما بتبقاش حلوه ان يعدي فيها التابلتس او البيلز، ليه؟ لانها ممكن تتسد، لكن حلوه في الليكويد، انا اعرف ان الجاستيك لافاج حلو في الليكويد او حاجه ايه ديزولفد كده وحلو. فبنضطر نعمل الايه؟ حكايه الايميسيس.
كمان لو حاجة بتديلي الجاستريك امتنج، يعني ليها انتي كولينيرجيك اكشن. زي ايه؟ زي الاتروبين والتي سي اي. الحاجات دي بتخلي المعدة، اصلا معروف ان المعدة خلال ساعة الى ساعتين المعدة بتفضي الجاستريك كونتنت. في حاجات بقى بتديلي الامتنج بتاع الاستومك يوصل اب تو 12 اور، تفضل الحاجة في المعدة. فحتى لو العيان جالي متأخر ممكن اعمل له ايميسيس في حالة حاجة ليها انتي كولينرجيك اكشن. امتى مش هينفع استخدم الايميسيس؟ كونترا انديكيشن في ثلاث حالات، يا اما حاجة ريليتد للبيشنت او ريليتد للبويزون او تايم. البيشنت 8 حاجات، البويزون 6، والتايم حاجة واحدة. اول حاجة الكونترا انديكيشن ريليتد للبيشنت بنحفظهم برسمة. رسمة سهلة جدا، ده انسان اكيد عنده دماغ وعنده جسم. الدماغ دي فيها ان شاء الله برين، مش فردة جزمة، كوماتوز. لو العيان ده كوماتوز، يعني كوماتوز يعني جاي لك في كوما. او تاني حاجة برضو ريليتد للمخ، ان هو اكسبكتد تو ديتيريوريت، متوقع ان هو يخش يا اما في كوما يا اما في كونفولجن. كمان البني ادم ده عنده زور. طيب يفكرني بايه؟ ان هو يا اما ما عندوش جاج ريفليكس، يا اما اقل من 6 months، اقل من 6 شهور. وكمان اكيد عنده بق، فلو اصلا جالك العيان عنده سبونتينيوس هيموريدج، اسف سبونتينيوس فوميتنج، يعني جايلك بيرجع اصلا قبل ما يخش الاي ار اللي هو الامرجنسي ديبارتمنت، قبل ما يجيلك اصلا هو بيرجع. بعد كده العيان ده طبعا عنده ايه؟ عنده لنج، ادي اللنج، واكيد عنده قلب. فنحفظ بالقلب ده، نحفظ ايه؟ لو عنده سي في اس ديزيز، سيفير سي في اس ديزيز، لان اصلا الايبيكاب كارديو توكسيك. او ايه في اللنج؟ عنده في اللنج امفيزيما او اي ار دي اس، اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. كمان في الجي اي تي لو هو عامل ريسنت سيرجري، عيان عامل عملية. حضرتك لما تخش لما تخليه يرجع، طبعا الترجيع ده بيحزق وشد جامد على الاستومك وكده، فممكن يعمل انسوتشر او ديهيسنس للايه؟ للخياطة بتاعتك والغرز اللي انت واخدها. كمان لو عنده اكتيف بيو يعني بيبتك ألسر، اديته ايبيكاك وهو عنده بيبتك ألسر، صباح الفل، يعني العيان هي ايه؟ هيجيب دم مع الايه؟ مع الترجيع ده، لان البيبتك ألسر دي هو عرضة اصلا البرفوريشن، فانت ممكن تخليه ايه؟ يحصل برفوريشن. كمان نفتكر الاسوفيجاس بيبقى فيه فاريسز، لو عنده فاريسز ممنوع، تمام، او فيه هيماتيمسز مثلا بيرجع دم. فهي دي الاسباب. تعالوا نشوفهم كده. 2 في السي ان اس، كوماتوز واكسبكتد تو ديتيريوريت رابيدلي، سي في اس ديزيز او جي اي تي سيرجري، امفيزيما واي ار دي اس، مفيش جاج ريفلكس او اقل من 6 شهور، هيموراجيك تندنسي سواء فاريسز بيو او سبونتينيوس فوميتنج. نشرح كل واحده. اول حاجه الكوماتوز، الكوماتوز ده واحد مغمى عليه، لو رجع ما عندوش ريفلكس ان هو يكح لو حاجه دخلت الايه؟ اللنج. فهي دي الاسباب. تعالوا نشوفهم كده. 2 في السي ان اس، كوماتوز واكسبكتد تو ديتيريوريت رابيدلي، سي في اس ديزيز او جي اي تي سيرجري، امفيزيما واي ار دي اس، مفيش جاج ريفلكس او اقل من 6 شهور، هيموراجيك تندنسي سواء فاريسز بيو او سبونتينيوس فوميتنج. نشرح كل واحده.
اول حاجه الكوماتوز. الكوماتوز ده واحد مغمى عليه، لو رجع ما عندوش ريفلكس ان هو يكح لو حاجه دخلت الايه اللنج، فهو ده هيحصل له حاجه اسمها اسبيريشن نمونيا، ودي فيتال. كمان اكسبكتد تي ديتيريوريت، يعني ايه؟ قال لك الام اللي اتصلت بيها في التليفون قالت لي الواد بلع مثلا ايه علبه الفينوبارب. الفينوبارب تول ده منوم. يبقى انا متوقع اصلا العيان يخش في كوما. ده سؤال يجي ام سي كيو، هل ساعتها ينفع اعمل له اميسيز؟ لا، هي الام وهي في التاكسي كده هتدي له ايبيكات، هو صاحي وفايق، اول ما يبتدي يرجع يكون مفعول الدواء ابتدى يشتغل، فساعتها العيان ده يخش في كوما ويكون في نفس الوقت بيرجع فيحصل له اسبيريشن ويموت. كمان لو العيان ده سي في اس ديزيز، قلنا اصلا ايبيكات كارديو توكسيك. كمان الانفيزيما، الانفيزيما دي بتبقى الالفيولاي السبته بتاعتها رفيعه، واصلا اللنج بتبقى تعبانه، وممكن يحصل ايه لو هو قعد يرجع جامد بقى وبعنف هيحصل ايه؟ هيحصل رابشر للالفيولاي. كمان الاي ار دي اس عنده ايه ازمه بقى ومشاكل، ف ضيق في التنفس والكلام ده، ف هتبقى حاجه وحشه ان نديله ايبيكات. كمان جي اي تي سيرجري قلنا اللي هو مش هيحصل هيلينج كويس للايه للخياطه بتاعتي، مفيش جاج ريفلكس اذا كان انا اصلا معتمد على الجاج ريفلكس ان هو يرجع بيه، فمفيش جاج ريفلكس هتديله ان شاء الله ليه الايبيكاك. فايه اللي هيمنع عنه الجاج ريفلكس؟ ممكن يكون هو اصلا مبلبع ايه انتي ايميتك. كمان اقل من 6 شهور مفيش جاج ريفلكس ومفيش اصلا ديفلوبنج الفوميتنج سنتر. هيموراجيك تندنسي هو اصلا عيان اوريدي ممكن يرجع دم، فانت كمان هتخليه يرجع اللي في بطنه، كمان ممكن يكون عنده فاريسز اسوفاجيال فاريسز او عنده بيو بيبتيك ألسر. سبونتينيوس فوميتنج جاي لي الاي ار الامرجنسي ديبارتمنت ايه اصلا بيرجع زي الديجوكس اهي، ودي رسمه اللي بتوضع. بعد كده ريليتد للبويزن بنفتكر الحمام اهو، سبونج بوب بيستحمى، اربع حاجات في الحمام وحرف السي منور عندنا. ايه الحاجات اللي في الحمام؟ ما بتبقى حاطه في الحمام جاز وميه نار وموس وميه نار وشامبو وموس الحلاق. الجاز تفكرني بالهيدروكربون، ميه النار تفكرني بالكروسيف، الشامبو فومينج ايجنت، موس الحلاقه شارب اوبجكت، وحاجتين عكس بعض ليهم علاقه بالمخ، كونفالزنت وسي ان اس ديبريزنت، حاجات بتهبط الجهاز. طيب اول حاجه الكونفالزنت، واحد بيتشنج. الفوميتنج از استيمولس، الترجيع ذات نفسه ستيمولس ممكن يبريسيبتيت فيتس يخلي العيان يتشنج. طبعا لو عيان واخد دواء اسمه تي سي اي اصلا بيبقى ايه بيتشنج، الدواء ده هيخليه يتشنج، هو مبلبع تي سي اي فيخليه يتشنج، فانت اوعى تخليه يرجع. كمان سي ان اس ديبريسنت يعني حاجه هتدخله في كوما، يبقى كوماتوز، يبقى زي الاوبيويد والسيداتيف هيبنوتيك. الكروسيف ميه النار، ميه النار دي ماده كاويه طبعا بتخلي التيشو فرايبل وبتخلي المعده والاسوفاجس مهريين، فالاسوفاجس مش ملطشه، نزل عليه الكروسيف وطالع عليه الكروسيف، مش واخد السق ك يعني رايح جاي. الهيدروكربون اللي هي الفولاتايل، حاجات فولاتايل كده طبعا لو سيرفيس تنشن، السيرفيس تنشن بتاعه قليل، يعني ايه نقطه عسل لو حطيتها على السيرفيس كده ايه اللي هيحصل لها؟ هتفضل واقفه. اما نقطه الكيروسين دي بتفضل ايه بتسرح كده في الانسجه وتفضل ماشيه، فهتخش اللنج وتخش البرونكاس وتخش الالفيولاي وهتبوظ لك الدنيا، ممكن تموتك. حتى في حركه غبيه الناس بتعملها لما البنزين يقطع في العربيه، ينزل كده ويجيب الخرطوم ويبتدي يشفط البنزين، ممكن تخش ايه نقطه جوه الجهاز التنفسي. يبقى الكيروسين اللي هو الجاز والبنزين ممكن يعمل اسبيريشن نمونيا، بيسموها كيميكال نمونيا، ودي مش هتسمعها في اي حته في المنهج غير في الهيدروكربون، حته الكيميكال نمونيا وعلاجها صعب. عندنا الشارب اوبجكت مشهوره جدا، البنات الصغيرين بيشوفوا مامتهم لما تيجي تلف الطرحه تحط دبابيس في بقها وتلفها فتعمل زيها، حد يكلمها وهي حاطه كبشه الدبابيس كده في بقها تروح رد عليه تبلع ايه الدبابيس، فدي مشهوره. اوعى بقى تخليها ترجع ودبابيس تطلع تعور تاني. الفومنج ايجنت طبعا الفروس اللي هو الرغاوي بتاعه الصابون دي بتبلوك ريسبيراتو سيستم، زي الشامبو والليكويد سوب. بعد كده حاجات ريليتد للبويزن قلناها اهي، ريليتد للتايم
less effective if more than 1 hour خلال ساعة بس. الكومبليكيشن A B C. أشهر عيب للإيميسيز إن هو أصلا بيديلي الأدمينستيشن أوف إي سي. إحنا قلنا حبيبنا واللي إحنا بنحبه جدا هو الإي سي الفحم. الإيميسيز بيخليه معرفش أدخل الفحم. وفي بقى تلات عيوب كده A B C. أول حاجة الـ A aspiration of gastric content. الـ B برادي ليه؟ لان المانوفر دي او الايميسيس بيستيميليت الجاج ريفلكس، والجاج ريفلكس بيستيميليت الفيجاس فيعمل برادي كارديا. كمان انترا سيريبرال هيموريدج، ده بيحصل لو العيان ايه طبعا كونشيس، طبعا هو صاحي وفي ستريس بقى وكده، ممكن يعمل له هايبرتنشن ويخليه ايه يزيد عنده الانترا كرينيال تنشن ويعمل له انترا كرينيال هيموريدج. الرحيم اسال الله التوفيق. دلوقتي هنشرح تاني طريقة من طرق الجي اي تي دي كونتامينيشن وهي الجاستريك لافوش. اي طريقة بنشرح فيها 5 حاجات: برينسيبل، تكنيك، انديكيشن، كونتر انديكيشن، وكومبليكيشن. اول حاجة البرينسيبل هي الفكرة او الطريقة دي بتشتغل ازاي. قالك الفكرة ان انا بدخل التيوب بتاعتي جوه الاستومك، بغسل بصلاين او ووتر، تغسل الاستومك كونتنت وتطلع بالسم معاك، والبيشنت بيكون في الليفت لاترال بوزيشن. ونعرف ان هدف غسيل المعده انا بغسل السم قبل ما يتم امتصاصه، والطريقه دي تستخدم فقط في الهوسبيتال ايمرجنسي ديبارتمنتس، والطريقه دي احسن شويه من الايميسيز. ليه بتستخدم فقط في الطوارئ والحاجات دي؟ لان طبعا بدخل تيوب، بحتاج بيبقى معايا تيوب، بحتاج كمان أأمن مجرى الهواء، بروتكت الاير واي، فبحتاج أدوات. يعني العيان بيبقى نايم ازاي؟ قالك في الليفت لاترال بوزيشن هيد داون. ازاي؟ اهو نايم على جنبه الشمال، لان التيوب اصلا الكيرف بتاعها جاي كده. فلو هو نايم على الناحية اليمين انا كده مش هقدر ابقى ايه حاطط التيوب في السائل. الناحية التانية السائل اصلا هيقع على البيلورس والسم هيجري، فلازم يكون في الليفت لاترال بوزيشن. ايه الخطوات بتاعتي؟ اول حاجه بروتكت الاير واي. لو كان العيان في كوما او كان عنده كونفولجن او كان حتى بالع هيدروكربون زي الكيروسين، ممكن اعمل جاستريك لافوج. يعني في ميزه للجاستريك لافوج عن الايميسيز ان انا اقدر اعمله سواء العيان كان فايق او كان العيان نايم، اقدر اعمل جاستريك لافوج لاني انا اللي بدخل التيوب. العيان ما بيعملش حاجه. المره اللي فاتت كان العيان هو اللي بيرجع بنفسه. طيب بس اهم حاجه تامن الاير واي، بروتكت الاير واي. بدخل حاجه اسمها اندو تراكيال تيوب. غلط، قفد. صح كده، قفد قفد قفد. اندو تراكيال تيوب، تيوب ليها بالونه. البالونه دي بتبقى معاها منفاخ كده، انفخها ادخلها التراكيه، انفخها تروح ايه تقفل التراكيه، وفي نفس الوقت بيبقى معدي فيها كده في النص ايه التيوب بتاعتي، بتخلي العيان يتنفس من النص عادي. بعملها ازاي طريقه القفط اندو تراكيال تيوب؟ هنشوف معانا كده. الاول الدكتور ركب المنظار اهو، منظار اهو اسمه منظار حنجره او لارينجوسكوب، وهيبتدي يدخل القفط اندو تراكيال تيوب. بيدخلها، المفروض تقف فين؟ في التراكية. وبعدين يبتدي ينفخ التيوب اهو، هنشوف نفخ اهو. فلو اي حاجة ممكن يحصلها اسبيريشن مش هتوصل لللنج، وفي نفس الوقت الهواء بيعدي عادي. وسحب التيوب وبيربطها، وبيربطها في الايه في البق كده. يبقى الحمد لله امننا الاير واي. بندخل قفض اندو تراكية التيوب، تدخل لمجرى الهواء، تمنع الاسبيريشن. انت كنت خايف اصلا في الايميسيز ان يحصل اسبيريشن، طب يا عم ما تركب انتو راكيل تيوب بس تكون ليها ايه بالونه قف، زي كيس كده نايلون زي نحط فيه السندوتشات ونحطها حوالين التيوب بحيث تمنع الاسبيريشن. واشتغل يا معلم. يبقى بروتكت الاير واي. بعد كده بتحط العيان في الليفت لاترال بوزيشن زي ما شفنا، بنايم عيان على جنبه الشمال والهيد داون، وضع معين عشان الاستومك تبقى ايه يعني النايمه كده والسوائل تبقى
في نفس الاتجاه اللي انا هشتغل فيه. يعني انا هركب الانبوبه، الانبوبه بيبقى ليها كيرف كده معين، هي الانبوبه تيجي ايه تشفط السائل اللي هنا، لو خليتها على الناحيه الثانيه هيبقى الاستومك في ناحيه البايلورس، وان شاء الله كل الكونتنت هنزل في الايه في الديودنم. بعد كده بتاكد ان التيوب دي موجوده في الاستومك اللي انا دخلتها، الخرطوم بتاع الجاستريك لافاج. طب يا عم هتعرف ازاي؟ في اربع حاجات هيعرفوني ان التيوب دي في الاستومك. اول حاجه هتلاقي العيان بقى لو هي ما دخلتش الاستومك ودخلت التراقيه، هتلاقي ايه بريزيستنت كف، العيان عمال يكحكح ومش قادر، وافونيا يعني صوته رايح، وريسبيراتوري ديستريس مش عارف يتنفس وفي مشكله في التنفس. وكمان بتلاقي وانت بتدخل التيوب يا باشا ايرلي ريزيستنت، انت حضرتك عمال تدخل التيوب تدخل التيوب لحد ما وصلنا للايه للبايفوركيشن، ده انت تعمقت قوي، ارجع يا معلم تاني. فتلاقي ريزيستنت قريبه، يبقى انت وصلت للبايفوركيشن بتاع الترقيه. الترقيه بتبقى كده وفي الليفت برونكس والرايت برونكس. فدي اربع حاجات تعرف. بعد كده هتحقن، بتجيب سرنجه كده تحقن بيها من 200 ل 300 مللي سلاين او ووتر، سلاين لو كان طفل، ووتر لو كبار، ينفع ووتر ميه حنفيه عادي. طب سلاين في الاطفال ليه؟ لان هنعرف من ضمن الادفيرس افكت او الكومبليكيشن بتاعه الجاستريك لافاج ان ممكن يحصل هايبوناتريميا، الميه اللي انت عمال تحقنها تفضل ايه يحصل لها ابزوربشن من المعده وتوصل للدم تعمل دايليوشنال هايبوناتريميا. كمان بتاسبيريت السلاين باك، يبقى انت عمال تحقن ميه 300 مللي وتسحب تدخل وتطلع تدخل وتطلع، وتفضل تغسل 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 لحد ما الميه اللي خارجه زي المايه اللي كانت داخله، السلاين لونه كلير. بعد كده وانت بقى لسه هتشيل التيوب دي تحقن ايه تدخل اكتيفيتد شاركول بالمره لو في اي بواقي يقضي عليها. لازم نحط العيان في الليفت لاترال بوزيشن يا جماعه، ده الفندس. لو العيان مثلا انت بتغسله المعده وهو قاعد تلاقي الفندس ايه الفندس لفوق اهو، لكن كده انت خليت الفندس لتحت ازاي، فبتقدر لو في اي كونكريشن او اي حاجه هنا اقدر اغسلها. كمان البايلورس لو انا في العيان واقف مثلا كده او قاعد هتلاقي الايه الكونتنت او الميه بتنزل كده، اما لو هو نايم كده بيبقى صعب ان الميه تطلع لفوق، يعني فيزيائيا مش هتنفع ان الميه تطلع لفوق، فبنخلي الفندس تو فبنقدر نغسله وبنمينيمايز الباسج ايه تو بايلورس، بنمنع وصول الحاجه للبايلورس. دي حته مهمه. تاني حته مهمه عايزه اكد عليها هي ليه انا مش عايز ادخل جوه الترقيه ولازما ادخل جوه الاسوفيجس. يا جماعه الانسان بيموت ازاي، بيغرق ازاي لما ينزل البحر كده، انت الميه بتخش جوه اللنج وايه وتكتم على نفسه، فلو دخلت ميه جوه الترقيه العيان هيموت قدامك صباح الفل يعني. فلازما لو انت جوه الترقيه تتاكد ان انت ايه جوه الترقية ازاي عشان ترجع تسحب التيوب. هتلاقي العيان ايه صادن افونيا اند كف ومش قادر، ايه يا عم اجمد كده وتروح انت سحب التيوب تاني وتروح مدخلها في المكان الصح، تعمل نفسك ايه يعني ايه كأن العيان هو اللي مش ناشف يعني. كمان بقى لو انت سابق عصرك بقى وعمال داخل داخل هتلاقي فيه ميد واي ريزيستنس، هتلاقي قلنا ايه انت عديت الترقية ومش كل الترقية وكمان ايه وصلت للبايفوركيشن، ارجع تاني. كمان لو عملت ساكشن مفروض لما تعمل ساكشن بالتيوب اللي انت مدخلها دي جوه المعده هتلاقي اكل بقى رز وبطاطس والكلام ده، لا انت مش هتلاقي حاجه هتلاقي هوا، يبقى انت ايه مش جوه المعده. دي طرق بنعرف بيها. طب الكونترا انديكيشن امتى ما ينفعش اعمل جاستريك لافاج؟ عايزين ما نحفظش كتير فقلنا نجيب الكونترا انديكيشن بتاعه الايميسيس. كنا حافظينها ازاي؟ كنا حافظينها بالرسمه، كنا حافظينها ان هو يا اما كوماتوز حاجه في المخ، يا اما ممكن يحصل له كوما وكونفالجن وحاجات في القلب وحاجات في الريسبيريشن وجي اي تي وسبونتينيوس فوميتنج وديكريز الجاج ريفلكس. طيب هناخد ايه منهم؟ الكوما لا يا عم انا ممكن اعمل كاف دي اندوتراكيال تيوب واتصرف فيها، ممكن يديتوريليت مفيش مشكله برضو عادي مفيش مشكله هحط له كاف دي اندوتراكيال تيوب. وناخد بالنا لو العيان في كونفالجن بعمل ايه معاه؟ العيان لو في كونفولجن بديله جنرال انستيزيا، بنيمه. مش انت مشكلتك ان هو هايج وعمال متعصب؟ يا عم نيمه وبعد كده كده انت حولته من كونفولجن الى كوما،
يلا يا عم ركب له برضو كافد اندو تراكيال تيوب. طيب امال امتى بقى ما ينفعش اعمل جاستريك لافاج؟ اول حاجه لو هو اصلا عامل جي اي تي سيرجري، قلنا الووند هيحصل له انسوتشر، انت عمال بتجرح في الاستومك، فايه فمش هينفع تعمله جاستريك ايه لافاج. كمان لو عنده هيموراجيك تندنسي، عنده ويبتك ارسر، ممكن يحصل لها بيرفوريشن. طيب ايه تاني؟ لو كوما او كونفولجن ينفع ولا ما ينفعش؟ قال لك على حسب، هتركب تيوب وتامن الاير واي قشطه خش يا معلم، يبقى قفض انتراكيال تيوب في الكوماتوز والكونفولجن. وريسنت جاستريك سيرجي والهيموراج تندنسي دي برضو ايه على حسب. لكن بقى ابسولوت في حالتين، ايه هما اللي هما ريليتد للتوكسين؟ ايه هما؟ من الصوره دي كنا حافظين الحاجات بتاعه الحمام بقى، الصابون وال وموس الحلاقه والجاز وميه النار. طيب منهم بقى اهم حاجه الكروسيف، دي ممكن تسجني بسببها لو انت عملتي العيان جاستريك لافاج، لانك كده هتطلعي ميه النار دي تهري وتحرق في الايه في الاستومك والاسوفيجاس، وممكن يحصل ايه بيرفوريشن والعيان يموت بقى من ايه، من ميديا ستاينايتس او ايه بيريتونايتس. الكروسيف راح. وكمان الفومينج ايجنت، لان الرغاوي دي ممكن تسد الايه المجرى بتاع الهواء الريسبيراتوري باسيتشز. يبقى احنا كنا حافظينها السيهات الكتير دي وال والشارب اوبجكت والفومينج ايجنت، هنحفظ بس كلمه اف سي. اف سي فومينج ايجنت وكروسيف. كمان ريلاتيف للتايم، قال لك برده الموضوع ريلاتيف، يبقى ابسولوت بس مع التوكسين، وبتيجي ام سي كيو فومينج ايجنت وكروسيف. للتايم بقى ريلاتيف، قال لي ليه ريلاتيف؟ هو المفروض بغسل خلال 2 اورز ساعتين بوست انجكشن انجشن. طب امتى بقى بقدر اعمل جاستريك لافاج اب تو 12 اور، اكتر من 12 ساعه واقدر اعمله لحد 12 ساعه؟ ايوه. ليه بقى؟ قال لي في ثلاث حالات، ودي بتيجي شورت اسي، امتى اقدر اعمل ديليد جاستريك لافاج. قال لك واحد واخد مورفين اوبييت، يجي العيان يقول لك ايه انا مانجيك يا بيه، انا مانجيك يا بيه، هتعمل لي غسيل معده؟ وانا بقول لك وضعه تحت اللسان، ادي الطب واللي خدناه واللي خدناه من الطب. طبعا هتقول له يا عبيط، ما هو اصلا بيحصل له اكسكريشن او اليمينيشن في الاستومك، بيرجع تاني للاستومك. يبقى لو واحد واخد مخدرات او خمره، الاوبييت والميثانول اللي هو الميثايل الكحول، الخمره الحمراء دي اللي هي المغشوشه الكحول الاحمر، يبقى ريكس اكسكريت في الاستومك. تاني حاجه بتعمل كونكريشن، كونكريت يعني اسمنت، يعني القرص بيعمل ايه، بيعمل كلكوعه كده شبه الاسمنت ويت ايه ويتحشر في جدار الجي اي تي او في جدار الاستومك تحديدا. اشهر حاجه السلسليت، السلسليت بيعمل ايه كلاكيع كده اسمها اسبرين كيك، والكيكه بتفكرني بصراحه بالكربوهيدرات، فكرب كربوهيدرات لا كربامازيبين، يبقى السلسليت والكربامازيبين. كمان الانتي كولينرجيك حاجات ليها ديليت جاستريك امبيتنج، بتاخر ان انا افضي المعده، زي الاتروبين والتي سي اي والفينوسايازين اهي الكومبليكيشن. طب الكومبليكيشن بقى قال لي برضو بنحفظها على جسم العيان. اول حاجه لو انت غصب عنك تاتش، مجرد لمست كده وانت داخل، بدل ما تخش على الاسوفجس دخلت على الحنجره، بدات بقى على اللارنكس يعني ونزل على الايه على الجهاز التنفسي، يحصل لارينجيوس بازم في البدايه كده، ولارينجيوس بازم تبتدي تقفل ويحصل ساينوز، عيان بقى الاكسجين يبتدي يقل دخوله فيحصل ايه ساينوز، يبقى لارينجيوس بازم عند ساينوز. يبقى نفتكر اول حاجه في الجهاز التنفسي الحنجره، يبقى لارينجيوس بازم عند ساينوز. نخش بعد الحنجره التراقية، يبقى نحفظ الثاني حاجه في الكومبليكيشن فولتي باسج ان تراقية. بعد كده تحت التراقية ايه هتلاقي فيه القلب. القلب بيحصل ايه فيه؟ يا اما يقلل الهارت ريت، لو ايه اصلا الاستومك انت داخل ايه بالتيوب بتاعتك، الاستومك الاستومك دي فيجالي سبلايد، سبلايد بالفيجاس، فاصلا انت كده بتستيموليت الفيجاس، فهيقلل الهارت ريت ويعمل لك برادي كارديا. وبالذات بقى لو العيان واخد ايه، واخد او بي سي او ديجوكسين، اصلا الادويه دي بتعمل برادي كارديا. فعشان كده بيقول لك غسيل المعده في الحالات دي بيبقى بريسيدد باي، بس بقى الغسيل المعده باتروبين. كمان لو العيان كونشس ممكن بقى يبقى في ستريس ومتضايق ومتعصب وكده، فيحصل له ايه، يزود الهارت ريت، تاكي كارديا، ويحصل له هايبرتنشن لو كان كونشس.
كمان بقى في الجي اي تي ممكن يحصل ميكانيكال جوت انجري، ولو انت غسلت بدل ما تغسل بصلاين غسلت بميه، الميه دي يحصل لها ابزوربشن تروح للدم تخفف الدم تعمل ايه ريلاتيف هايبوناتريميا، يعني الصوديوم يقل لان حقيقي انت زودت الميه، فمين اللي اقل نسبيا؟ الصوديوم، بيسموها دايليوشن هايبوناتريميا، بالذات بتحصل في الاطفال. وممكن يحصل اسبيريشن، يخش الايه الميه وانت طالع كده للايه للتراكيه، يحصل اسبيريشن. طيب هناخد مقارنه سريعه ما بين الايميسيس والجاستريك لافاج. الايميسيس بلاش بملح، ليه؟ فيتال هايبرناتريميا، يزود الملح كتير كتير كتير، العيان الصوديوم بتاعه يعلى جدا، انت لعبت في الالكترولايت يعمل اريزما ويعمل مشاكل فالعيان يموت. هنا في الجاستريك لافاج بلاش بميه، ليه؟ هيعمل دايليوشن هايبوناتريميا. هنا لازم العيان يكون فايق لان هو اللي هيعمل ايه ايميسيس، اما هنا ممكن يكون فايق او نايم. ليه؟ لان يستخدم قبض اندوتراكيال تيوب. في كونترا انديكيشن كلمه اف سي اس اتش فيش كروسيف سي ان اس ديبريسنت كونفالزنت هيدروكربون فومينج ايجنت شارب اوبجكت، كلهم في الحمام زي ما قلنا، حاجات في الحمام سواء بقى موس الحلاقه الشامبو ميه النار الجاز الكلام ده كله، قلنا حاجه حاجتين عكس بعض في المخ، حاجه بتنيم المخ وحاجه بتصحيه، حفظناهم كده. هنا بقى مش هنحفظ غير حرفين الاف والسي، كروسيف وايه وفومينج ايجنت. الكونترا انديكيشن، الكونترا انديكيشن بتاعت الايميسيس كنا حافظينها كلمه اي بي سي اسبيريشن اوف جاستريك كونتنت برادي كاردي عشان الجاج ريفلكس والفيجاس، وانترا سيريبرال هيموريدج لو العيان ايه هايبر تنشن بقى وستريس عنيف وعمال بيحزق وهو بي ايه بيرجع، فممكن تنفجر حاجه في مخه او كده. اما هنا في الكونترا انديكيشن بتاعت الجاستريك لافاج ممكن يحصل اسبيريشن للجاستريك كونتنت ترجع لورا، عشان كده امن مجرى الهواء بروتكت الاير واي، دي اول خطوه قبل ما تدخل التيوب بتاعتك حتى بتاعت الجاستريك لافاج، قبل ما تدخل الخرطوم بتاع غسيل المعده. ممكن يحصل برادي كارديا او تاكي كارديا على حسب العيان نايم او صاحي، وممكن يحصل لارينجو سبازم لو انت تاتش اللارنكس، وممكن ايه يحصل سينوز العيان يزرق منك فتخلي بالك، وممكن تعمل ايه جات انجري او ايه يحصل هايبوناتريميا في حاله لو انت غسلت العيل الصغير ده بايه بميه، لازم تغسله بصلاين عشان ما يحصلش تخفيف للايه للصوديوم. بعد ما خلصنا الايميسيس والجاستريك لافاج هنخش على الاكتيفيتد شاركول وهو الفحم. اول ما يجي لي عيان في مركز التسمم اول حاجه بفكر فيها اديله فحم الاكتيفيتد شاركول، هو نجم النجوم بتاع حصه الجي اي تي دي كونتامينيشن. ايه حكايته الاكتيفيتد شاركول؟ بتكلم عنه في 5 نقط. اول نقطه هي البرينسيبال، ايه الفكره بتاعته او بيسموها الميكانيزم اوف اكشن، وطبعا هو شغال ادزوربنت. بعدها بتكلم على الانديكيشن، امتى افكر ادي الفحم، وحقيقه الامر احنا بندي الفحم في كل البويزون ما عدا الشمال، ادويه اسمها ادويه الشمال هنحفظها دلوقتي. بعد كده الكونترا انديكيشن، وبعد كده الكومبليكيشنز المضاعفات اللي من الفحم وهي قليلة الصراحة، واخيرا هناخد حاجة اسمها multiple doses activated charcoal، وده سؤال شورت اسي. طب يا جماعة احنا كنا ماشيين على اسكيمة بنقول principal technique indication كنت indication complication، يعني كان في خطوة هنا ايه قبل الindication. قال لك ما هو الفحم اصلا ما فيهوش تكنيك، هو عبارة عن شوية بودرة كده سودة بتدوبها في كوبايه ميه وتشربها للعيان. طب تعالوا نتكلم، الاكتيفيتد شاركول بيسموه الفحم النباتي النشط او الفحم الكربوني النشط او الفحم المنشط. بتيجي اسئلته ام سي كيو مشهوره جدا، عايزين نعرف بيشتغل ازاي. قبل ما نعرف نشتغل ازاي عايزين نعرف كده بيتصنع ازاي، ندردش مع بعض. بنقول ان احنا بنجيب الاشجار عباره عن وود بالب لب الخشب ونولعه عند درجه حراره عاليه بعملية اسمها destructive distillation التقطير التجزيء، فينتج ايه جزيئات فحم بودرة كتير جدا جدا فيها بورز مسام، المسام دي هي اللي بتلزق السم على سطحها بتأدزورب البويزون. وقالك الفحم ده بيأدزورب nearly all poison هند، يعني ايه adsorbent؟ يعني ايه حاجة بتأدزورب حاجة؟ قالك يعني بتاخدها على سطحها بتلزق فيها بتمسك فيها وتنزل فيها بيها في الستول. طيب قالك كل الادوية بتيجي مع الفحم
انتيدوت ليها. الفحم بيقولوا عليه نون سبيسيفيك انتيدوت، نون سبيسيفيك انتيدوت. طيب ما عدا في مجموعه ادويه مش بتلزق على الفحم، ايه هما بقى؟ مجموعه الادويه الشمال، قال لك خليك دغري حتى لو الشمال مغري. اه ليه بقى؟ عشان هنعرف الشمال اللي هما الكروسيف، المواد الكاويه زي ميه النار والبطاس، الهيدروكربون زي الكيروسين والبنزين، الايرن اللي هو الحديد، والميتالز المعادن زي الميركوري والالكحول الخمره والليثيوم والليد. يبقى تاني بيتصنع ازاي الفحم؟ بجيب الخشب واولعه وبزود السيرفيس اريا بتاعته ان انا بحوله الى بودره. بيقول لك لدرجه ان 50 جرام من الفحم بيساوي مساحه ملعب تنس، مساحه واسعه جدا، هاي سيرفيس اريا. فلذلك اتش بارتكل من الاكتيفيت شاركول بيادزورب ميني بارتكلز من البويزون. قال لك طب هو موجود في كام صوره؟ قال لك تو فورمز. اول حاجه باودر، بلاك باودر كده بشربها للعيان، او تابلت موجوده في الصيدليه بس مش بنستخدمها، وهو بيتخلط مع ميه بعد عمليه الجاستريك لافوج. الدوز بتاعته قال لك 1 جرام لكل كيلو جرام من البادي ويت، لو الجرعه اللي انت خدتها مش معروفه، جرعه السم اللي انت خدتها. لكن لو جرعه السم معروفه بناخد من 5 إلى 10 أضعاف الكميه اللي انت تسممت بيها. يبقى الجرعه 1 جرام لكل كيلو جرام، او من 5 إلى 10 أضعاف الجرعه الانجستد اللي انت تسممت بيها. طيب الكونترا انديكيشن، امتى ما ينفعش اديك تشاركول؟ اول حاجه لسه قايلينها الكروسيف، المواد الكاويه، حافظنا بكلمه تشيب. تاني حاجه الهيدروكربون، الفولاتايل زي البنزين والجاز هيدروكربون. تالت حاجه حافظينها IIB، انتستاينال اوبستراكشن، انسداد في الامعاء. وحاجة اسمها إلياس وبيرفوريشن. أول حاجة للكروسيف ما تنفعش معاها الفحم، قال لك احنا لسه قايلين من شوية ان هي نوت افكتيف، يعني الاكتيفيت شاركول مش هيعمل حاجة مع الكروسيف اللي هي مية النار. تاني حاجة ان هو بيورسن البريتونايتس والميدياستاينايتس. يعني ايه بقى؟ هقول لكم. قال لك الكروسيف دي، ادي الكروسيف يا جماعه، واحد بلع ميه نار، ميه النار دي بتعمل بيرفوريشن. لو في بيرفوريشن وانت دخلت فحم، الفحم ده لونه ايه؟ اسود، هيدخل للبريتونيوم وللميدياستاينم. دي اسمها ميدياستاينم، دي اسمها ميدياستاينم اللي فوق الديافرام، تحت الديافرام اسمها بريتونيوم. فاحنا لو ادينا فحم، الفحم ده هيتسرب من البرفوريشن من الخرم اللي عملته الكروسيف ميه النار دي، ويعمل ميدياستاينايتس وايه؟ وبريتونايتس، التهاب في الميدياستاينم والتهاب في الايه؟ في البريتونيوم، حاجه فيتال. طب ايه تاني؟ قال لك واحد بالع ميه نار، عاجلا ام اجلا انت هتعمل له منظار اندوسكوبي. فالفحم ده بيماسك الفيو اوف اندوسكوب، يعني انت تخش بالمنظار ما تشوفش حاجه، تلاقي الدنيا ضلمه. ليه؟ فحم لونه اسود. تمام. الهيدروكربون زي الكيروسين، قال لك الفحم ده احنا عارفين ان هو اصلا ماده كده ليها جريتي سنسيشن او جريتي تكشر، يعني ملمس خشن،
ولما الواحد بيجي يشربها بيبقى ليها باد تيست، طعمها وحش والعيان ممكن يقرف منها ويرجع. فلو في فوميتنج هيبقى في عندي هاي ريسك اوف اسبيريشن، العيان يشرق في نقطة بنزين ولا كيروسين يموت فيها. قلنا ان الكيروسين ده بيعمل حاجة اسمها اسبيريشن نيمونيا او كيميكال نيمونيا. نيمونيا ما بتتعملش غير بالايه؟ بالكيروسين، لان نقطة الكيروسين ديها لو سيرفيس تنشن. يعني ايه؟ يعني بتسرح في الانسجة، تخش اللنج برونكاي الفيولاي، تسرح وممكن تعملي دامج وتخلي العيان يموت. كمان الانتستاين اوبستراكشن ما ينفعش اديله فحم، لان اصلا الفحم بيلزق في الادويه وينزل في الاسطول. دلوقتي الدنيا مسدوده، يبقى انا هستفيد ايه لما ادي فحم؟ الفحم ده مش هيعدي. تمام. الياس، يعني ايه كلمه الياس؟ كلمه الياس معناها فانكشنال اوبستراكشن، يعني مفيش طوبه ولا اي حاجه سده الطريق، الطريق مفتوح عادي ولكن عضلات نفسها مشلوله، الجدار كده مشلول واقف كده زي دراعي. طيب ازاي بقى هيقدر ينزل الفحم؟ مش هيقدر ينزل. فده اسمه فانكشنال اوبستراكشن، العضلات مشلوله، فدي حاجه بنسميها الياس، مهمه جدا ما ينفعش ادي معاها فحم. طب اعرف ازاي؟ بتحط حضرتك السماعه الجميله بتاعتك على الامبلايكس بتاعت الايه؟ العيان. لو في صوت يبقى تمام، في حركه في الامعاء، مفيش صوت اوعى تدي فحم. كمان بيرفوريشن، بيرفوريشن يعني وجود خرم. لو في خرم الفحم ده ان شاء الله هي ايه؟ هيخرج من الخرم ده ويعمل ايه؟ بريتونايتس. دخلنا في رقم 4 كومبليكيشن للفحم، الاكتيفيت شاركول. بصراحة الفحم ملوش عيوب، فقلنا نقول له اي عيب كده، يعني عيب لا يذكر اصلا، اسمه ادزورب الاورال انتي دوت، يعني بيلزق في الاورال انتي دوت. اشهر انتي دوت بنحبه قوي اسمه ان اسيتايل سيستاين، وده الانتي دوت اوف باراسيتامول. فده العيب الوحيد اللي فيه. وفي عيب تاني ان هو بيعمل كونستيبيشن، لانه هو عامل زي البران اللي هي الرده، بيلزق في الاستول وبيخلي العيان يعني عنده كونستيبيشن. والكونستيبيشن ده ممكن يعمل ايه لما يلزق؟ يعمل انتستاينال اوبستراكشن. يبقى حفظناها ازاي الكومبليكيشن؟ بنقول الاكتيفيت شاركول ده واد ملزق، ملزق، بيلزق في الانتيدوت اللي هو الانتيدوت بتاع الباراسيتامول اللي هو ان اسيتايل سيستاين، سؤال ام سي كيو، يبقى بيأدزورب الاورال انتيدوت. وساعتها لو تلاقينا العيان شربناه فحم وطلع كان بلع باراسيتامول، مش عارف اديله الان اسيتايل سيستاين، هعمل ايه؟ هديله الانتيدوت ازاي؟ انترافينس. بعد كده ممكن يعمل لي كونستيبيشن، امساك. ليه؟ لانه بيلزق في بعضه، بيلزق مع الاكل وكده، وبيلزق مع الجي اي تي، الحاجات في الجي اي تي، فبيعمل ايه؟ بيعمل كونستيبيشن. واخيرا بيعمل انتستاينال اوبستراكشن. طيب امتى ادي مالتيبل دوزز اكتيفيتد شاركول؟ في حالات معينه، وده سؤال شرط قاسي. والاسم بتاع المداك ده او المالتيبل دوزز اكتيفيتد شاركول اسمه جاسترو انتستاينال داياليسيز. الجرعه بتاعته من نص الى 1 جرام لكل كيلو جرام. هناك كانت الجرعه 1 جرام، هنا نص الجرعه او ايه 1 جرام، بس بنديها له على مدار كام ساعه؟ كل 4 ساعات، لان بنكرر الجرعه مالتيبل دوزز. طيب الانديكيشن امتى ادي المالتيبل دوز اكتيفيت شاركول؟ قال لك 4 حالات. اول حاجه اس ار، تاني حاجه كونكريشن، انتيرو انتريك، انتيرو هيباتيك. الاس ار سستيند ريليز تابلت، يعني ايه سستيند ريليز؟ دي نوع من انواع الاقراص اللي هي كل شويه، كل ساعه ساعتين تروح مطلعه ايه؟ جرعة في الدم. يعني التابلت كده بيبقى عبارة عن طبقات، كل شوية يطلع، كل شوية يطلع حبة، sustained release يعني long release، بيطلع على فترة طويلة. فدي مشكلتها ايه؟ لو انا غسلت المعدة مرة هيطلع لي تاني جرعة تاني والعين يتسمم بيها، مفيش فايدة، غسيل المعدة مش هيبقى حاجة effective. زي اشهر حاجة تحفظها زي اسمك، اشهر مثال في المنهج الصيوفيلين.
مشهور جدا. سايوفيلين ده مشهور ليه؟ لانه اصلا خدناه في الفارما ان هو ليه نارو سيرابيوتيك اندكس. نارو سيرابيوتيك اندكس، فهو اصلا قرص يخففك، قرصين يموتك، فبيموتك بسهولة. وكمان احنا عملنا منه تابلت اس ار، فطبعا تسمم منه بقى شائع جدا، فالسايوفيلين ده مهم جدا. وحاجة تانية اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. تاني حاجة، حاجة بتعمل كونكريشن. كونكريشن يعني خرسانة، اسمنت. الاسبرين اشهر حاجة، بيعمل حاجة اسمها اسبرين كيك، اللي هو السلسلات، يعني بيعمل اسبرين كيك، اسمه التاني سلسلات. طيب الكيكة دي بتفكركم بايه؟ صراحة بتفكرني بالكربوهيدرات، يبقى كربامازيبين. وكمان الكربوهيدرات بتفكرني بالفينو، فينو برب. الفينو برب برضو من الحاجات اللي تعمل كونكريشن، يعني كونكريشن كلاكيع في جدار المعدة. حاجة انتيرو انتريك وحاجة انتيرو هيباتيك. يعني ايه؟ ادي عندي الامعاء اهي، وده افترضوا ان هو الليفر. ليفر لو حاجة بعد ما خرجت الامعاء وراحت للدم رجعت تاني للامعاء، يبقى انتيرو انتريك وراحت هنا للدم، يبقى انتيرو انتريك. لو حاجة راحت للليفر وبعد كده رجعت تاني للامعاء، يبقى انتيرو هيباتيك. تمام؟ طيب انتيرو انتريك زي ايه؟ هو الانتيرو انتريك ده احنا قلنا ان هو بيلف ويدور، فانا بفتكرها بحاجة اسمها ايه، البت سالي دي مش مؤدبة فبتلف وتدور مع الواد سيف، فسالي سيليت وسيف سايوفيلين سيف اي حاجة. طب الانتيرو هيباتيك، الانتيرو هيباتيك حافظينها بتحشيشة رخيصة كده اسمها ايه، الديجوكسين في طاسة الكبدة. تي سي ايه بتفكرني بكلمة طاسة، هيباتيك يعني ليفر، كبدة. ماما قاعدة في المطبخ بتعمل كبدة في الطاسة، فانا جايبة علبة الديجوكسين فاتدلقت فيها، فالديجوكسين في طاسة الكبدة نفتكر بيها ان الديجوكسين والتي سي ايه بيعملوا انتيرو هيباتيك سيركوليشن. دي برضو للحفظ يعني فقط، لان السؤال ده بيجي شورت قيسي فلازم نبقى حافظينها. اس ار بريبريشن، سايوفيلين، كالسيوم شانل بلوكر، كونكريشن، اسبرين كيك، الكيكه بتفكرني بالكربوهيدرات، كاربا مازيبين، والفينو فينو برب، انتيرو انتريك البت سالي ماشيه مع سيف، ساليسيليت وسايوفيلين، انتيرو هيباتيك التي سي اي والديجوكسين. مهم جدا الامثله. طيب يعني ايه بقى يا ستي جاسترو انتستينال دياليسيز؟ الاول يعني ايه كلمه دياليسيز؟ دياليسيز معناها ان في ميمبرين، سيمي بيرميابل ميمبرين. طيب فين الميمبرين ده اللي انت بتتكلمي عليه؟ ادي يا ستي الجي اي تي، دي اسمها دي فيلاي زي ما انتوا شايفين، اسمها انتستاينال فيلاي. وده اسمه بلاد فيسل، سبحان الله. وطبعا الأدوية اللي هي ليها انتيرو انتريك او انتيرو هيباتيك بتروح الدم وترجع تاني لمين؟ للانتستين، فهي راحت الدم اهي، تعالوا نرسمها في الدم اهو، ادي السموم موجودة في الدم. طيب والفحم موجود فين بتاعي؟ ده الفحم اللي هو المالتيبل دوز اكتيفيت شاركول كل 4 ساعات، الفحم اهو ده اسمه فحم اللي هو المداك. الادويه بتعمل ايه؟ صايعه بتلف وتدور، تروح من الامعاء تروح للدم ومن الدم للامعاء، صايعه. مين اللي واقف لها هنا في الدره؟ الفحم. يروح يعمل لها ايه؟ يلقطها، ها يلقطها كده جذبها. وكأنه خلق ايه؟ خلق concentration gradient من البلازما للفلويد اللي في الجي اي تي. ومين الممبرين اللي شغال؟ الانتستينال فيلاي. زي ايه؟ زي الدم بتاعي لما يخرج على مكنة الغسيل
بيبقى فيه هناك ممبرين. الفلويد اللي في المكنه، السائل الموجود في المكنه بيبقى تركيزه من السموم صفر، ما فيهوش سموم اساسا، ودمي مليان سموم، فالسم بيجري بكونسنتريشن جريدينت يروح للمكنه ويترمي فيها. فبرضه هنا السم موجود كتير في دمي وهنا مفيش سم، فده يشتغل كانه ملقاط، يجذب المين، يجذب السم عن طريق الانتستينال الفيلاي اللي شغاله كايه، كسيمي بيرميابول ميمبرين. فالتوكسين بيموف من البلازما للجوت للجي اي تي كرييتنج كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه فرق كده في التركيز ما بين البلاد والفلويد اللي هنا؟ فده بنسميه جوت داياليسيز، وكاني بغسل مين، بغسل الجوت. الاميسيز الجاستريك لافاج الاكتيفيت شاركول، هنخش على الهول باول اريجيشن. اريجيشن يعني ايه؟ يعني غسيل. هغسل الهول باول الجي اي تي كلها من اول فتحه الفم لحد الركتم بميه، وهنحط معاها ماده اسمها بولي ايثايلين جلايكول. هيا بنا هنتكلم عن ايه في الهول باول اريجيشن. هنتكلم برينسيبال، تكنيك ودوز، انديكيشن، كونترا انديكيشن، كومبليكيشن، زي ما احنا متعودين دي سكيما ماشيين بيها في اي طريقه. طيب الهول باول اريجيشن بعملها ازاي؟ قالك بنجيب ماده اسمها بولي ايثايلين جلايكول وادخلها للعيان عن طريق نيزو جاستريك تيوب او اورال. دي عباره عن ماده نون ابزوربابل، يعني ما بيتمش امتصاصها، وفي نفس الوقت هي يعني اوزموتيك بالانسد. يعني ايه؟ يعني هي ما بتشدش حاجه من الامعاء بحيث تعمل ديهايدريشن ولا بتزود الميه. امال بتعمل ايه؟ هي عباره عن ماده بتزق الجي اي تي كونتنت زي الدومنه، كانك مثلا بتلعب دومنه وزقت اول واحده كله بيزق اللي وراه، او واقفين في طابور زقت اول ولد زق اللي وراه كله، بتزق بتزق بتزق، فبتفورس الانتستينال كونتنت اوت وبتبريفنت اتس ابزوربشن، تمنع امتصاص هذه السموم. طب ايه الحكايه؟ امتى بضطر اعمل هول باول اريجيشن؟ قالك حكايه مهرب مخدرات. الباشا بيسهر ليله كامله كده، يجيب ايه، كوندوم او اكياس بلاستيك ويعبي فيها الهيروين المخدرات بتاعته، يجي 10 اكياس كده يبلعهم، يبلع 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 ويستقروا في الجي اي تي. فجاه بقى هو واقف في المطار كيس منهم انفجر، الحقوني الحقوني، ده انا بلع هيروين. قالك كيس الهيروين الواحد يكفي يموت جيش، ماسيف دوز، جرعة رهيبة، مفيش وقت، لازم بسرعة اتصرف. فأحسن حاجة اعملها هو الباول اريجيشن. بتتعمل ازاي؟ بنيم العيان على سرير شبه سرير الولادة كده، وبشربه البولي ايثايلين جلايكول مع 2 لتر مية كل على مدار 4 ساعات، 2 لتر مية كل ساعة على مدار 4 ساعات، بشربه كمية كبيرة جدا من المية. وطبعا ما بيلحقش يروح الحمام، هو على طول ايه، بيفضي يشرب ويفضي يشرب ويفضي، كمية كبيرة جدا جدا. عشان كده كمية المية كتير دي عيبها ايه؟ ان هو ممكن يحصل له فوميتنج. احنا بنبقى قاعدين في الصيام قبل الفجر بعشر دقايق كده، نفضل نشرب مية نشرب مية نشرب مية قبل الفجر عشان نلحق ايه، ما نعطش طول اليوم. ايه اللي بيحصل لها في الاخر؟ بنحس بايه، فولنس، انتفاخ، بطني بتوجعني وممكن يجي لي مغص وحاسه ان انا عايزه ارجع مش قادر، ميه ميه كتير. فهو بيشرب ميه كتير ممكن يحصل له ايه، فوميتنج. فخلي بالك ان انت بروتكت الاير واي في حاله لو العيان كان في كوما او في ايه، او في كونفولجن، ناخد بالنا. فالباشا ده بنفضل ايه، نفضي له الجي اي تي بالطريقه دي. يبقى التكنيك بتتعمل ازاي؟ باخد 2 لتر كل ساعه لو كان ادلت. ازاي؟ نيزو جاستريك تيوب او اورال على مدار 4 ساعات. مين اللي بيفكرني بالاربع ساعات قبل كده خدناها فين؟ خدناها مع المالتيبل دوز اكتيفيت شاركول، او استنى لحد ما يمر ايه، كلير ريكتال فلويد، ميه خارجه صافيه من الايه، من الريكتم، مفيش اي سموم فيها. طيب قلنا ان الميه الكتير دي ممكن تخلي العيان ايه، ينوزيت ويبقى عايز يرجع، فبدي معاها انتي ايميتيك عشان اقلل النوزيا اند فوميتنج. الانديكيشن امتى ادي العيان الهول باول اريجيشن، اعمل له الميثود بتاعه الهول باول اريجيشن؟ قال لك جاي لي، جاي لك وناويها، جاي لي بعد فتره طويله،
الباشا بلع السم من فتره وجاي لي بعد فتره طويله، وكمان الدواء طبعا عدى الجي اي تي من بدري، الاستومك من بدري، لان الاستومك بتقعد فيها الاكل من ساعتين لثلاثه، والسموم برضو من ساعتين لثلاثه، ده المتوسط بتاعها. فطبعا هو مثلا جالي بعد 5 6 ساعات من الانجيشن، فالدواء وصل للانتستين، وكمان بقى لو هو اس ار ساستيند ريليز، يعني ايه كل شويه يطلع حبه يعلى في الدم والعيان يستقر، ويعلى في الدم والعيان يستقر، طالع نازل طالع نازل، ساستيند ريليز رخم قوي الساستيند ريليز ده، والايه الانتريك كوتد، حاجه ليها كسوه اسمها انتريك كوتد، كسوه معويه، يعني غطا ما بيفتحش غير في الانتستين او ما بيتشالش على الفحم، اللي هي الادويه الشمال اشهرهم الاير، يقول لك البيست ميثود فور دي كونتامينيشن اوف اير، ان انا انضف الاير، هي ايه؟ هي الهول باول اريجيشن. ده سؤال ام سي كيو. يبقى الكلام ده بقى بالانجليزي اهو، ماده تكون بورلي ادزوربت تو تشاركول زي ايه الشمال، وكمان بقى لو كانت انتريك كوتد ليها كسوه ما بتفتحش غير في الايه في الانتستين، او اس ار يعني سستيند ريليز، او دراج فيلد باكيت، يعني ايه واحد بالع ايه كميه كبيره من الهيروين او المخدرات جوه اكياس بلاستيك. طيب امتى ما ينفعش اعمله؟ يا عم هو هيعدي اللي هو هيشربه البولي ايثايلين جليكول ده، وهيعدي منين؟ هيعدي من الريكتم، من فتحه الريكتم، يبقى لازم أن يكون ايه الدنيا سالكه، يبقى ما ينفعش يكون في اوبستراكشن، ممنوع ممنوع يكون في الياس. ايه الالياس ده؟ فانكشنال اوبستراكشن، الامعاء فيها شلل مش هتعرف تعدي اللي انت اديتهوله. كمان لو العيان كوماتوز او كونفالزنت قدر رجع يحصل له اسبيريشن مش هينفع، فالا الا لو عملت حاجه واحده اللي انت بروتكت الاير واي، اصلا الدي كونتامينيشن سواء من الاي او السكين او انهاليشن او جي اي تي، ايميسيس، جاستريك لافاج، اكتيفيتد شاركول، هول باول اريجيشن. هنخش دلوقتي على الانهانسد اليمينيشن، الدواء او السم تم امتصاصه الى الدم، دخل اوضه النوم خلاص. طب هيحصل له اليمينيشن؟ ايوه هيخرج عن طريق الكليه، بس انا مش عايزه يخرج على مهله، انا عايزه يخرج اسرع من الطبيعي، عايز الكليه تنضفه بسرعه وغصب عنها. فبعمل شويه ميكانيزمات كده، اول حاجه دي دي اتش دايوريسيز دياليسيز هيمو بيرفيوجن، هنشرحهم بالتفصيل. دايوريسيز دياليسيز هيمو بيرفيوجن، الدايوريسيز في منه انواع، فلويد دايوريسيز، اوزموتيك دايوريسيز، فورسيت دايوريسيز، بنستخدم فيه خطوه اسمها الكولونايزيشن اوف يورين، بخلي اليورين يتحول الى الكالين. الدياليسيز في منه هيمو دياليسيز، وفي بيريتونيال دياليسيز، وفي جوت دياليسيز، واخيرا الهيمو بيرفيوجن بستخدم فيه الاكتيفيتد شاركول. اول حاجه الدياليسيز هشرح فيها الكاينيتكس بتاعه البويزن او الكاركترز بتاعته، لازم أن يكون فيه 3 حاجات، ان هو بيخرج اصلا عن طريق الكدني عشان اعمل له دياليسيز، انا هخرجه عن طريق البول، او وتاني حاجة ان هو يكون لو في دي. طب يعني ايه اصلا في دي؟ قالك اصلا احنا عندنا دي حاجة بقى خدناها في الفسيولوجي، ان احنا عندنا فيه 3 كومبارتمنت موجود فيهم السوائل في الجسم، معلومة قديمة يعني. اول حاجة البلازما اللي هو الدم يعني، وتاني حاجة الاكسترا سيلولار فلويد، واخر حاجة الانترا سيلولار فلويد. الدواء الاول بيتوزع في البلازما، وبعد كده يتوزع في الاكسترا سيلولار، بعد كده يتوزع انترا سيلولار. لو هو فضل بس في البلازما، متركز في البلازما، بنقول عليه لو في دي، لو فوليوم اوف ديستريبيوشن، يعني معظم التركيز بتاعه موجود فين؟ في الدم، ودي حاجه كويسه عشان اقدر اغسله بسهوله. لو هو بقى ايه صايع وفضل بقى يجري في الانسجه ويرقد في الانسجه،
هجيبك ازاي اغسلك؟ مش هعرف. هجيبك ازاي في البول؟ مش هعرف. كمان يكون له بروتين، بلازما بروتين بايندينج، يعني ايه؟ مش راكب على اي مركب، او بيقولوا عليها زي اكياس رمل كده في رجل، في رجل الدواء، حاجه تقيله بتتقله، فمش هينفع ينزل في البول بسهوله. التايبس الانواع قلنا فلويد واوزموتيك، وفي بقى اللي هو الفورسد هناخده لوحده بقى بشكل مستقل. الدايوريسز قلنا يا اما فلويد او اوزموتيك، ودي سهله هنشرحها دلوقتي بسرعه، والفورسد دي هنشرحها في وقت طويل. الكاينيتكس بتاعت البويزن لازم يكون اليمينيتد باي كيدني وسمول في دي فوليوم اوف ديستريبيوشن، يعني متركز فين؟ في الدم. ولو بايندنج تو بلازما بروتين، مش راكب على حاجه، وسمول سايز هو صغنون. انواعه في فلويد دايوريسيس بيتعمل بالسكر ديكستروز او سكر وملح ديكستروز وسلاين، وفي اوزموتيك دايوريسيس بيتعمل بالمانيتول 20% 1 جرام لكل كيلو جرام. بعد كده المانيبيوليشن اوف يورين، هنعمل بي اتش مانيبيوليشن، يعني بي اتش تشينج، يا اما اسيديفيكيشن، ودي ما بقتش تتعمل لانها بتعمل اسيدوز في الدم، والاسيدوز دي مميته، ممكن تعمل كوما في المخ، ممكن تعمل رينال فيلير، فمبقتش تستخدم. فحضرتك ما تتنيلش تعملها، لو مش هتنقذ حياه العيان ما تعملهوش هارم. طيب الالكالينايزيشن دي بقى هي اللي بنعملها، بنعمل ثلاث حاجات عايزين نتكلم عنهم: البرينسيبال، الفكره، والتكنيك والدوز، والبريكوشن. البرينسيبال هنشرح بالراحه، نقول ان ربنا خلى الكليه ما ترجعش غير النون ايونايزد دراج، يعني ادي الكليه بتاعتي اهي، بيحصل فلتريشن للادويه كده تتفلتر، وبعد كده المفروض يحصل لها ري ابسوربشن، ترجع تاني للايه؟ للكابيلاري اللي هي بيري جلوميرولار كابيلاري، الكابيلاري اللي هي حوالين الكليه، يرجع لها الدم، يرجع لها الاكل تاني، يعني لو في الكترولايت، لو في سكر، فاهمه؟ تمام. يبقى بنعمل ري ابزوربشن، بس شرط اللي يعدي ده، ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ممبرين، والممبرين ده ليبيد، فاي حاجه تعدي فيه ما ينفعش تكون عليها تشارج، ما ينفعش تكون متأيده، يعني اي حاجه موجبه او اي حاجه سايبه ما بتعديش. يبقى كده شرطه كده، نكتب كده: ربنا خلق الكليه ما بتعملش reabsorption، يعني إعادة امتصاص، إلا لل non-ionized drugs. طب حلو قوي. دلوقتي أنا عايز أرجع السم اللي نزل في البول ده، ده سم أهو، أرجعه تاني الدم؟ طبعا مش عايز، يترمي في 60 داهية. تمام، يبقى أين الإيه؟ الدواء ده أو الدراج. يبقى النون ايونايزد بيرجع، خلاص اينه يا عم، اعمل له ايونايزيشن. تمام. هناخد معلومه واحنا عارفين ان جسمك لا ينتج الا احماض، اذا اليورين بتاعنا، البول بتاعنا از اسيدك، البول بتاعي ده اسيدك، وهنعرف ان الالكالينايزيشن بيحصل مع الاسيدك دراج، بيحصل مع الاسيدك دراج زي ايه؟ زي الاسبرين اسمه اسيتايل سالسيليك اسيد، وزي الباربيتيوريت اسمه باربيتيوريك اسيد. يبقى انا خدت توكسين اسيدك والبول بتاعي اسيدك، وفي قاعده بتقول لك ايه؟ مبروم على مبروم ما يرولش، واسيدك في اسيدك ما يتقينش، مش هيتقين. طب انا عايزه يتقين يا ربي، اعمل ايه بقى؟ يا عم بسيطه، ما تخلوش اسيدك، اعمل الكالينايزيشن، خلي البول ايه؟ الكالاين. هخلي البي اتش بتاعته من 7.5 إلى 8، حلو قوي. وقال لك من 7.5 لـ8 ده ذا بيست اكسكريشن، احسن حاجه اعمل بيها اكسكريشن وايونايزيشن، ذا بيست اكسكريشن، ذا بيست ايونايزيشن، حلو قوي، 100 100. هتعمله ازاي يا اسطى؟ قلت لك مفيش غيرها البايكربونات، هجيب باي كارب،
واعمل ايه؟ واعمل الكالونيزيشن اوف ايه؟ اوف يورين. هحقن البايكارب ده ايه؟ انترافينس، هحقنه في الدم. قال لك بس خلي بالك من حاجه، في شعره كده ما بين الالكالونيزيشن اوف يورين وان انا اعمل حاجه اسمها ايه؟ الكالوزيس في البلاد. ده البلاد اهو، قال لك وفيها ايه لما اعمل الكالوزيس في البلاد يا اسطى؟ قال لك لو عملت الكالوزيس في البلاد هيحصل هايبوكاليميا. تعالوا نبروزها، معلش تعالوا نبروزها والنبي. الكالوزيس بتعمل ايه؟ هايبوكاليميا. وكأن مين اللي ناقص؟ الكالوزيس يعني مين اللي ناقص؟ الهيدروجين. فمين اللي ناقص معاه بالتبعيه؟ البوتاسيوم. يبقى البوتاسيوم بيمشي ورا الهيدروجين، ملوش راي يا عيني. تمام، نبروزها. الكالوزيس بتعمل هايبوكاليميا يا عم. وفيها ايه هايبوكاليميا؟ هايبوكاليميا از فيتال، بتعمل الريزميا في القلب. البوتاسيوم بحرف الكي از كيلر، البوتاسيوم بيقتل. البوتاسيوم ده بيقتل سواء بالزيادة أو النقصان بيقتل. بنحفظ الرقم بتاعه زي اسمنا، 5. البوتاسيوم ما يزيدش عن 5، لو البوتاسيوم زاد عن 5 بيعمل هايبر كاليميا فيتال، وهكذا لو قل عن ايه؟ عن رقم معين. فناخد بالنا الهايبوكاليميا دي الجسم مستحيل يسكت عنها، مش هيسيب الجسم ان في هايبوكاليميا ويقعد ساكت، هيعمل حاجه اسمها ايه؟ هوميوستيز، يعني يظبط الايه؟ الالكترولايت. هيعمل ايه؟ الدم كده هيقعد كده ويفكر يقول ايه ده؟ انا عندي نقص في البوتاسيوم، والبوتاسيوم الكليه الجاحده بتاخده وترميه في البول. ايه يا كليه انت اتجننتي ولا ايه يا كليه؟ هاتي البوتاسيوم بتاعي، هاتي اشيائي. تقول له يا حبيبي ماشي، عايز تاخد البوتاسيوم خده، بس اديني هيدروجيني، ما هو كل حاجه بتمن. يقول لها عايزه الهيدروجين، خدي الهيدروجين في داهيه في 60 داهيه. انا بقى الدكتور اللي كنت بعمل الكالونيزيشن واقف كده، ثانيه واحده ثانيه واحده يا جماعه، ده انا لسه كنت طالع عيني بعمل الكالونيزيشن اوف يورين، رميتولي الهيدروجين في اليورين، بوظت كل شغل، كل شغل وقع على الارض، فشلت عمليه الكالونيزيشن اوف يورين. ليه؟ لاني كنت غشيم وزودت الالكالوزيس في الدم فعملت هايبوكاليميا. تعالوا بقى نقف عند الهايبوكاليميا دي ونرسمها. الهايبوكاليميا دي نقصت البوتاسيوم فين؟ في الدم. الدم مش هيسكت، ومن هنا بقى تيجي ايه؟ عمليه ان حاجه بتعاكس شغلي. الجسم هيبتدي يعاكس شغل ازاي؟ نقص البوتاسيوم ده هيخلي ايه اللي هيحصل؟ ادي يا ستي الكليه بتاعتي، وادي دمي، حلو قوي. ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي دمي ناقص فيه البوتاسيوم، فهعمل اعاده امتصاص للبوتاسيوم، هاخد البوتاسيوم بتاعي انا عايزه حقي وعايزه. تقول له يا حبيبي مع السلامه، خد بوتاسيومك بس رجع لي مين؟ هيدروجين في البول، رجع لي هيدروجين في البول. هيعمل ايه في البول دلوقتي؟ اسيدوزز، لان ايون موجب يدخل مكانه ايون موجب، ما ينفعش غير كده، هو ده النظام. فذرات الهيدروجين هي اللي هتدفع ثمن العمله دي وتنزل في البول يا عيني وتعيط. طيب يبقى الحل ايه؟ ان انت اوعى تبقى غشيم وتعمل الكالوزيس في الدم. حافظ على البي اتش بتاع الدم ما تزيدش عن 7.5. تمام تمام قوي. يبقى انا هخلي بالي. قال لك ومن هنا نشأت الحاجة إلى 2 بودي جارد يحرسوا البايكارب لحد ما يوصل للكلية وما يقعدش كتير في الدم ويتهبب يعمل لي الكالوزيس. يبقى أنا كأن البايكارب ده طفل صغير وبابا وماما هم بيشدوه من إيده يرموه على الكلية على البول. يبقى ده مين؟ ده البايكارب. مين بقى الاثنين بيجرد اللي بيسحبوه على الكليه؟ قال لك المانيتول عشان ليه اوزموتيك هاي اوزموتيك، وكمان الدكستروز السكر.
يبقى كده انا محتاج في عمليه الالكالينايزيشن اربع حاجات، قلت ثلاثه منهم والثلاثه دول اساسيين، البايكارب والدكستروز والمانيتول. فاضل ايه؟ فاضل البوتاسيوم كلوريد. بوتاسيوم بتدي بوتاسيوم ليه؟ قدر قال لك قدر حصل هايبوكاليميا لا قدر الله، حط بوتاسيوم عشان تصلح غلطتك. ونحفظها زي اسمنا في الطب كله، الالكالوزز بتعمل هايبوكاليميا. ليه؟ عشان بيحصل انتراسيلولار شيفت اوف بوتاسيوم، يعني البوتاسيوم بيخش يستخبى جوه الخلايا. تمام، تعالوا بقى نشرح الكلام المكتوب هنا بالترتيب بالروح. قال لك ربنا خلى الكليه ما ترجعش غير النون ايونايزد. طب ايه فكره بقى الالكانيزيشن؟ قال لك انا بغير البي اتش بتاع اليورين عشان اخلي الدواء يتحول الى ايونايزد، الدواء اسيدك والبول هيبقى الكلاين يتاين. ما ينفعش اسيدك في اسيدك يتاين، قلنا زي مبروم على مبروم ما يرلش، كمان اسيدك في اسيدك ما يتاينش، فبعمل الكالينايزيشن. وطبعا كده هيبقى ترابد، هيتحبس في الكليه، هيبقى ترابد جوه الكليه ومش هيحصل له ري ابزوربشن، فده ينهانس ويزود عمليه الاكسكريشن، يضرب الايه الدواء بالشلوت ويرميه بره الجس، فده بنسميه الكالينايزيشن اوف يورين. بعمله لكام حاجه؟ انت هتفكر ان بنعمله الاسيد دراج، احنا ما عندناش في المنهج غير اتنين اسيد دراج اللي هما الساليسيليت والفينوبارب اللي هو اللونج اكتنج، دول اسيد دراج. قال لك كمان في حاجتين خلي بالك منهم، حاجه بتعمل هيموليسيز او حاجه بتعمل رابدو مايولايسيز، لان الحاجتين دول هينتجوا في الاخر عنهم اسيدوزز. طب الهيموليسيز ليه بتعمل اسيدوزز؟ قال لك لان بتطلع الاربسيز لما بتنفجر بتطلع حاجه اسمها اسيد هيماتين، اسيد 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 هيماتين، يبقى بتعمل اسيدوز ولا لا؟ مين اشهر حاجه بتعمل هيموليسيز؟ سم اسمه نفتالين، النفتالين بحرف النون بيعمل نازيف، نفتالين نازيف. والرابدو مايلايسيز، كلمه رابدو يعني سترايتد ماسل، مايو يعني عضله، لايسيز يعني تكسير، بيكسر عضلات الايه الاراديه. حاجات بتكسر عضلات زي اشهر حاجه غاز اول اكسيد الكربون اللي هو السي او، هو حاجه اسمها ستريكنين، بيعملوا تشنجات ويكسروا العضلات، فالعضلات لما تتكسر بتطلع مايوجلوبين، المايوجلوبين ده برضو اسيدك النيتشر. طيب يبقى انا الهدف ان انا اعمل البول الكالين عند 7.5 الى 8 عشان بيحصل فيها ايونايزيشن وكمان اكسكريشن محترم. طيب التكنيك بيحصل ازاي؟ قال لك ريبيتد سايكلز اوف اي في فلويد. ازاي بقى؟ نحفظها بتحشيشه. قال لك وجبه دسمه عليها ملح، دي التحشيشه. وخدوا بالكم الترتيب مش بيدل على ترتيب الاهميه، هو مين اهم واحد؟ هو مين اللي بيعمل اصلا الكالينايزيشن؟ هو البايكارب، بس محطوط رقم 2 عشان بس التحشيشه، او عشان ترتيب، وكمان عشان ترتيب الخطوات واحنا بنحقنها في الجسم. بندخل ديكستروز، صوديوم بايكارب، مانيتول، بوتاسيوم كلوريد، دسم دي اس ام، وبعد كده ايه ملح اللي هو ملح الايه بوتاسيوم كلوريد، وجبه دسمه عليها ملح. طب نحفظ الجرعات ازاي؟ 5 50 10 20. سهله سهله، 5% 50 ملي equivalent و 10% و 20 ملي equivalent، 5 50 10 20. البوتاسيوم كلوريد في وظيفته ان انا افويد الهايبوكاليميا عشان اصلح غلطتي لو انا كنت غشيم. البريكوشن اربع حاجات، حاجه بيفور دايوريسيز وتلات حاجات ديورينج الدايوريسيز. قبل ما تبدا اصلا غسيل، احنا بنعمل اصلا هيمو داياليسيز، احنا مش بنعمل غسيل، احنا بنعمل دلوقتي دايوريسيز. قبل اصلا ما تبتدي تزود كميه الفلويد اللي داخله للكليه لازم تكون الكيدني فانكشن تكون نورمال، دونت فلاج ا تايرد هورس، ما يبقاش حصان خارج من سباق وبيشحر كده ومش قادر وترجع تقول له لف وارجع ابدا السباق من الاول تاني. الكليه اصلا عندها 5 لتر ومش قادره تعمل لهم كليرنس، انت بقى تروح مزود لها السوائل؟ طبعا مش هينفع، ده انت اصلا بتخلي العيان ده ينزل من 300 الى 500 ملي في الساعة، ده احنا اصلا الطبيعي بننزل 500 ملي في اليوم،
فالعيان ده تقريبا بينزل في اليوم حوالي 12 لتر، كمية رهيبة، محتاجة كيدني فانكشن محترمة. طيب ديورنج الدايوليسيز بحتاج اراقب 3 حاجات، بلاد ويورين وسماعة. البلاد اراقب البي اتش بتاع البلاد، اوعى يحصل الكالوزز، اوعى البي اتش تزيد عن 7.5، لو حصل الكالوز هيحصل هايبوكاليميا وهبوظ شغلك. اراقب البوتاسيوم، اهم حاجة البوتاسيوم، الكترولايت واهم حاجة البوتاسيوم. اليورين براقب فيه حاجتين، بعمل حاجة اسمها انبوت اوت بوت تشارت، يعني اللي داخل لازم أن يكون خارج، والا المحلية هتتراكم في الجسم وتروح للقلب، تقعد على القلب تعمل فلويد اوفرلود وتعمل بالمونري اديما. فلازم أن يكون الاوتبوت من 300 الى 500 ملي بر اور. كمان اخلي اليورين بي اتش ايه من 7.8 الى 8، ده بيحصل عنده بيتر ايونايزيشن وبيتر اكسكريشن. السماعه باوسكالتيت اللونج بيز تحسبا ان يكون حصل بالمونري اديما. خلصنا الدايورسيس، نخش على الدايلسيس. عندنا الدايلسيس 3 حاجات، اول حاجه هيمو دايلسيس، ده هياخد معانا وقت شويه. بريتونيال دايلسيس بستخدم البريتونيال ميمبرين از سيمي بيرميابل ميمبرين، بعمل بيه الدايلسيس. بعد كده الجاد دايلسيس اللي هو المالتيبل دوزز اكتيفيتد شاركول، نشرح دول بسرعه. البريتونيال دايلسيس انا بحقن سوائل بطريقه معينه، السوائل دي بتبقى لها يعني تركيزات معينه من الالكترولايت وكده جوه البريتونيال ميمبرين. احنا عارفين ان البريتونيوم عباره عن 2 ممبرين كده لازقين في بعض، بنسميها ايه بريتونيال ساك، وبيبقى ايه قافله كده على بعضها. لما اجي احقن السبيس ده هيفتح ويعبي سوائل، والسوائل دي تبتدي تمتص مين؟ يا سوائل نظيفه تبتدي تمتص السموم اللي في الجي اي تي، وايه وانا اسحبها وادخل ميه نظيفه تاني، والميه دي تمتص السموم وانا اسحبها وهكذا. بس مشكلتها ان هي ممكن تعمل بريتونايتس، ودي ما بنستخدمهاش قوي، طريقه قديمه. الجوت دايليسيس اللي هي المالتيبل دوز اكتيفيت شاركول هشرحها تاني بسرعه. دلوقتي الفحم اللي احنا بنديه كل 4 ساعات ده موجود في الجي اي تي اليومن، وادي السم موجود في الدم. الفحم ده هيشد مين؟ هيشد السم من الجي اي تي، فعمل دايليسيس. دايليسيس يعني تنظيف للدم، يبقى انا استخدمت الجوت عشان انضف الدم، ودي الطريقه الوحيده اللي ما استخدمش فيها اليورين في انواع الانهانسد اكسكريشن او الانهانسد اليمينيشن. خدوا بالكم دي حاجه غريبه شويه، وانا متوقعه ان هي تيجي في الامتحان. تمام، هناخد بقى الهيمودايلسيس، بنتكلم عن 5 حاجات زي ما احنا متعودين في السكيما: برنسبل، تكنيك، وهنزود مع التكنيك حاجه اسمها كاينيتكس، هنزود وناخد انديكيشن كونترا انديكيشن وكومبليكيشن. يبقى الهيمودايلسيس سؤال شورت اسي، بناخد البرنسبل الفكره، تكنيك كاينيتكس، وانديكيشن كونترا انديكيشن اند كومبليكيشن. طيب ايه الفكره بتاعه الهيمودايلسيس؟ قال لك حاجه اسمها بروق الدم. عارفه اقول لك ايه يا عم؟ اهدى وروق دمك كده. ايوه احنا هنروق دمه. هيمو يعني دم، دايلسيس يعني غسيل، بغسل الدم اللي هو غسيل الكلى، اللي هو اصلا مرضى الفشل الكلوي بيعملوه على طول. بجيب الدم بعمل حاجه اسمها اي في شنت، ارتيريو فينس شنت، بوصل الارتري في الفين بطريقه معينه. المهم باخد الدم من الارتري اعديه على مكنه اسمها مكنه الغسيل، وارجعه تاني للفين نضيف. المكنه دي فيها سيمي بيرميابل ميمبرين، حاجه كده السليلوز ميمبرين. الميمبرين ده فيه خروم، الخروم دي بتعدي الدم بتاعي، واكيد السائل اللي موجود جوه المكنه ما فيهوش سم، فالسم بيتنقل بالكونسنتريشن جريدينت منين؟ من دمي للمكنه، ينزل. تمام، بس دمي كده هيخرج بره جسمي، ممكن يتجلط، فبحط عليه هيبرين، فبقول عليها هيبرينايزد بلاد. هيعدي زرو سيلولوز ميمبرين، هيؤدي الى ايه؟ باسج اوف توكسين من البلاد لسبيشال فلويد، سائل معين، باي كونسنتريشن جريدينت. تمام، هي دي كانت الميثود.
الكاينيتكس بتاعت البويزن، اول حاجه ان هو يكون اصلا ووتر سوليبل عشان يكون بيخرج عن طريق الكليه، انهم كاتبينها في الاخر بس هي المفروض تبقى اول واحده ووتر سوليبل يخرج عن طريق الكليه يا اخي. بعد كده يكون صغنون سمول موليكولار ويت، صغنون هو اصلا، وكمان سمول في دي يعني اصلا موجود في البلد عشان اغسله من البلد يعني مش محتاجه فقاقه، ولو بلازما بروتين بايندنج ما يكونش بقى جاي هو اي حد معاه خالته ولا عمته، هو جاي لوحده بطوله كده تمام. طب ايه هي الادويه اللي بتتغسل؟ دياليزابل دراج يعني بتخضع للغسيل، بنحفظها بكلمه سايوف السلاب، سايوفيلين ساليسيليت ليثيوم الكحول باربيتيوريت. انديكيشن امتى اعمل غسيل كلوي؟ طبعا دي استامبه حافظينها، اول اتنين دول استامبه هنقولهم في اي سم، لما تبقى في الامتحان مش عارف تكتب ايه اكتبهم اللي بالازرق دول. لو عيان عنده فشل كلوي رينال فيلير او واخد لارج دوز اوف توكسيك سبستانس، ونزود حاجه لو الحاله بتتدهور جدا 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 بالرغم من الميديكال كير، يعني لو واحد واخد ليسال دوز. كان في دكتور بيحكي ان في طفل جايله حسب الجرعه بتاعته، كان واخد باراسيتامول حسب الجرعه لقاها معديه الليسال دوز يعني الجرعه مميته، والعيان ما فيهوش اي مشاكل ولا عنده رينال فيلير ولا اي حاجه، فهو كتب كده ريكومنديشن للنايب بتاع الكلى لو سمحت اعمل لي هيمو دايلسيس. طبعا قعدوا يتريقوا عليه وبتاع، الواد في الاخر مات من ايه؟ مات من فشل كلوي ومشاكل بسبب السم ده. فلو وصل لليسال دوز لازم نغسله حتى لو العيان فايق والعيان ما عندوش فشل والكلام ده. الكونترا انديكيشن امتى ممنوع اعمل غسيل؟ لو الدواء اصلا ما بيتغسلش. ايه الادويه اللي بتتغسلش؟ حاجه كبيره في الحجم هتعدي ازاي من الممبرين، حاجه تخينه، حاجه ماسكه في البلازما بروتين، حاجه ليبيد اصلا ما تخرجش عن طريق الكلى. كمان لو عيان عنده كواجلوبسي، لاني اصلا بحط هيبارين والهيبارين ده اصلا بيشتغل لمده 6 ساعات واحنا بنعمل الغسيل ده مثلا قول لمده ساعتين، فالعيان ده اصلا لو خرج وعمل حادثه هيحصل ايه؟ هينزف وما عندوش اصلا ميكانيزم ان هو يقفل بيها البلاد فيسل، مش عارف يقفل البلاد فيسل، مش عارف يعمل جلطه، هيفضل ينزف 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 لحد ما يموت. عنده كواجلوبسي لانه حاطط هيبارين، الهيبارين ايه؟ بيساعد على حدوث نزيف، هو اصلا بينزف اوريدي لوحده كده اساسا. كمان يبقى عنده هايبوتنشن. يعني ايه هايبوتنشن؟ ضغط واطي، وانا اصلا ما بخرج الدم بره الجسم بيخرج كميات كبيره وممكن افقد منه حاجه، فبيعمل لي هايبوتنشن اساسا. الكومبليكيشن اول حاجه هايبوتنشن، تاني حاجه بليدنج تندنسي بسبب الهيبارين. بعد كده بيقول لك انت بتحقن وتسحب وتحقن وتسحب ممكن يحصل اير امبوليزم، وكمان انفكشن شهيره جدا 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 بالذات في مصر، عيان غسل على المكنه وبعدها جه عيان تاني غسل على نفس المكنه يحصل ايه؟ يلقط اي انفكشن، اتش اي في، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي. اليمينيشن اوف ثيرابيوتيك دراج، اي دواء بقى العيان واخده في الدم بيتعالج بيه طبعا تاثيره هيروح. بعد كده ناخد حاجه اسمها هيمو بيرفيوجن، بيسموها شاركول هيمو بيرفيوجن، بستخدم فيها الاكتيفيت شاركول، هنعرف فيها البرنسيبل الكاينيتكس اوف بويزن الكومبليكيشن والكونترا انديكيشن. عايزين نعرف ان اي دواء ما بيمسكش في الفحم مستحيل اعمل معاه الطريقه دي. ليه؟ لان الطريقه دي بتعتمد على ايه؟ انا بخرج الدم بره الجسم على جهاز او على مكنه، بس ميزتها المكنه دي عليها قماشه حاجه كده زي قطعه الشاش، القماشه دي انا مرش عليها كده فحم يعني مرشقه فحم كده، فانا بحط الدم عليها، الفحم بيعمل ايه؟ بيلزق ويمسك في السم. فلو حاجه ما بتمسكش في الفحم الطريقه فشل. وميزتها الطريقه دي ايه؟ لو حاجه هاي موليكولار ويت، لو حاجه هاي في دي، لو حاجه ليبد، اي حاجه. لا بس لو ليبد ايه؟ لا بس ليبد دي ما ينفعش لان برضو ايه لازم تكون بتخرج عن طريق الدم. لا قال لك حتى الليبد ينفع اهو، ما هو الليبد ده المفروض بيخرج عن طريق الليفر بس اكيد في يعني جزء بيخرج عن طريق الكليه. يعني قال لك يا عم انا مسامح في اي حاجه، ايه يا عم ده انت حلو قوي، قال لك ما عاد حاجه واحده عمري ما سامح فيها، خلي بالك لازم يكون بيمسك في الفحم. يبقى البرنسيبال البلاد باز رو ا كارتريدج، كلمه كارتريدج دي مهمه، كارتريدج يعني حته قماش محطوط عليها ايه؟ كوتد بايه؟ اكتيفيتد شاركول.
تو ادزورب البويزن. ادزورب يعني ايه؟ يعني يلزق في التوكسين. ايه هي الكومبليكيشن بتاعت الهيمو برفيوجن؟ قال لك هو زي ما بيمسك في السم بيمسك في الوايت بيسيز فيعمل لي لوكوبينيا، ويمسك في البليتلت يعمل لي ثرومبوسايتوبينيا، ويلزق في الكالسيوم والجلوكوز. وكمان برضو نفس فكره الغسيل، الاثنين دول زي فكره الغسيل ان هما ايه، بيقلل الضغط لو بلاد بريشر عشان طبعا خرج بره المكنه ورجع تاني بيفقد كميات منه، وبيقلل تاثير استرابيوتيك دراجز. خدنا ايه النهارده؟ خدنا موضوع الدي كونتامينيشن، شرحنا الدي كونتامينيشن بغسل السم من بره بره على باب الشقه سواء في الاي او السكن او انهاليشن، وشرحنا الجي اي تي بالتفصيل، الايميسيز والجاستريك لافاج والاكتيفيت شاركول وهول باول اريجيشن، وبعد كده شرحنا الانهانسد اليمينيشن دي دي اتش دايوريسيس دياليسيس هيمو برفيوجن. وقلنا الدايوريسيس ده بيحصل بحاجه اسمها الكولونايزيشن اوف يورين، والدياليسيس في منه انواع، هيمو دياليسيس غسيل الكلى العادي، وبرجينال دياليسيس، والجاد دياليسيس اللي هو المالتيبل دوزز اكتيفيت شاركول. وبعد كده شرحنا الهيمو برفيوجن وقلنا ان احنا بنستخدم فيه فحم. طيب الجي اي تي دي كونتامينيشن ايميسيس جاستريك لافاج واكتيفيت شاركول وهول باول اريجيشن، وقلنا اي طريقه بنتكلم عن البرنسيبال التكنيك والدوز والبريكوشن انديكيشن كونتر انديكيشن كومبليكيشن. وقلنا اول حاجه الايميسيس الترجيع، الف ب ايميسيس لازم ان العيان يكون فايق لانه هيرجع، لو هو رجع وهو كوماتوز هيحصل له ايه اسبيريشن، ولازم يكون في البيت لان الطريقه دي بتمنع ان انا ادخل فحم وده اشهر عيوبها. بعملها ازاي؟ بعملها في حاجه اسمها سيرب اوف ايفيكاك. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل لوكال خلال 5 دقائق على الجي اي تي، ويشتغل سنترال على السي تي زي خلال نص ساعه. بشارب العيان 500 مللي ميه على 300 مللي من الايبيكاك، ادي له جرعه اولانيه ماشي، جرعه ثانيه ماشي، جرعه ثالثه لا عشان هو كارديو توكسيك. امتى استخدم الايميسيز؟ لو حاجه ما بتتشالش على الفحم، حاجه انتريك كوتد او بالديليل جاستريك امبيتنج. الكونترا انديكيشن ريت للبيشنت او البويزون او التايم. ريت للبيشنت حاجات في المخ كوماتوز او ممكن يخش في كوما او كونفالجن، حاجات في القلب والريسبيراتوري سي في اس ديزيز انفيزيما ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، حاجات في الجي اي تي عمل عمليه في الجي اي تي فممكن الوند ده ما يحصلوش هيلنج لو انا دخلت عمال بقطع في الخياطه، او عامل ريسنت سيرجري، او ايه، او عنده ويبتك ألسر فممكن يحصل له بليدنج كمان لو هو جاي لي اصلا بيرجع سبونتينيوس بليدنج، او ما عندوش جاج ريفلكس. وبعد كده قلنا حاجات اللي ريليت للبويزن، قلنا لو عيان جالي بيتشنج ما ينفعش اخليه يرجع لان التشنجات الترجيع اصلا از ستيمولس للتشنجات دي، زي ده مثلا التي سي اي بيخلي عيان يتشنج، سي ان اس ديبريسنت هيدخل عيان في كوما، الكوما دي هتعمل له اسبيريشن ما ينفعش. الكروسيف ميه النار لو انا خليته يرجع تاني يرجع ميه النار دي هتخرم الاسوفجس. الهيدروكربون بتعمل اسبيريشن، حاجه اسمها اسبيريشن نيمونايتس، نقطه واحده ممكن تموتني، شارب اوبجكت ممكن ايه وهو طالع يعور سواء موس او ايه او ابره. فومينج ايجنت الفروس اللي هو الرغاوي بتقفل الريسبيراتوري باسجز. حاجات اللي للتايم لازم خلال ساعه لان ممكن يكون السم سايب المعده بعد ساعه. الكومبليكيشن بتاعه الايميسيز ان هو بيمنع دخول الاكتيفيت الشاركول، بيعمل اسبيريشن وبرادي كاردي عشان بحفز الفيجاس، وانترا سيريبرال هيموريدج. الجاستريك لافاج نفس الخمسه، برينسيبال تكنيك دوز بريكوشن انديكيشن كونترا انديكيشن كومبليكيشن. الفكره ان انا بحقن سلاين وبرجع اسحبه تاني، احقن سلاين وارجع اسحبه لحد ما اللي بيخرج يبقى كلير. الطريقه دي بستخدمها في الامرجنسي ديبارتمنت، بستخدمها في الطوارئ احسن شويه من الايميسيس، وبننيم العيان في الليفت لاترال بوزيشن. بس اهم حاجه تامن الاير واي، بتحط كافد اند تراكيال تيوب لو كان العيان نايم، وبستخدمها في حالات لو العيان جالي خلال ساعتين او واخد ماسيف دوز من ليكويد سبستانس. طب لو حاجه undissolved بيلز مش هينفع استخدم معها الجاستريك لافاج لان البيلز دي هتسد التيوب. وقلنا الكومبليكيشن اول حاجه وانت داخل بالتيوب بتاعتك ممكن تتاتش اللارينكس فتعمل لارينجوس بازم وتعمل ساينوزس، ممكن تدخل التيوب في مكان غلط فولتي باسج انتراكيه، ممكن تعور الجي اي تي ميكانيكال جات انجري، ممكن تحقن العيان كميه كبيره من الميه، الميه دي تروح للدم تخفف الدم تعمل هايبوناتريميا، ممكن تستيميوليت الفيجاس لان اصلا المعده فيها فيجاس سبلاي فتخلي العيان يجيله
برادي بتقلل الهارت ريت، ده لو كان عيان بارع جوكسن او او بي سي. وساعتها بقى بقول ايه في بريكوشن بعملها، ان انا قبل ما اغسل العيان اللي متسمم باو بي سي اللي هو مبيد حشري او متسمم بالديجوكسين، قبل الغسيل بديله اتروبين. لو كان العيان صاحي وفايق كونشيس يعني بيجيله هايبرتنشن وايه ويزود الهارت ريت، ممكن يحصل له اسبيريشن وانا طالع بالتيوب بتاعتي نقط ميه كده يحصل لها دريبلينج وتقع في الاير باسج. الكونتر انديكيشن امتى ما ينفعش ادي العيان اعمل له جاستريك لافاج، حاجات ريلاتيف، لو كان العيان كوماتوز امن الاول الايروي حط قفد اندوتراكيال تيوب، وهكذا لو كان عنده كونفالجن نيمه وحط له برده قفد اندوتراكيال تيوب. لو كان عامل عمليه في الجي اي تي او كان عنده هيموراجيك تندنسي زي الفاريسز والبيو، حاجات ريليتد للتوكسين ابسوليوت ممنوع منعا باتا تدي معاها تعمل معاها جاستريك لافاج. ولو انت عيان بارع كروزي وعملت له جاستريك لافاج تتسجني فيها. ايه ليه؟ لان الكروسيف دي مواد كاويه بتخرم الاسوفيلس ريليتد للطايم خلال ساعتين. ديت جاستريك لافاج قال لك ممكن اغسل السم خلال 12 ساعه، قال لك ده اصلا الجي اي تي معتاد ان هي بتفضي من 3 ل 4 ساعات، وفي ناس بتقول من ساعه لساعتين. ازاي بقى بعد 12 ساعه؟ قال لك في حاجات بيحصل لها ري اكسكريشن في الاستومك زي المخدرات والخمره. العيان اللي كان مانجيك مورفين وقال له ايه اغسل لي المعده، الكونكريشن حاجات بتعمل كتل وكلاكيع كده في جدار الاستومك فبتقعد فتره طويله زي الاسبرين والكاربامازيبين وحاجات ليها انتي كولينرجيك بتاخر الجاستريك امتنج زي التي سي اي والاتروبين والفينوسايازين. عملنا مقارنه بين الاميسيز والجاستريك لافاج، قلنا ده بلاش بملح عشان هيعمل فيتال هايبر ناتريميا، ده بلاش بميه عشان هيعمل هايبو ناتريميا بالذات في الاطفال. هنا لازم يكون العيان فايق لان هو اللي هيرجع، هنا ممكن يكون فايق او نايم بس اهم حاجه تامن الاير واي لان انا اللي بدخله التيوب هو بيعملش حاجه. كونترا انديكيشن قلنا كلمه فيش كروسيف وسي ان اس ديبريسانت كونفالزنت هيدروكربون فومينج ايجنت وشارب اوبجكت. اما الكونتر انديكيشن بتاع الجاستريك لافاج كلمه اف سي، اف سي الفومينج ايجنت والكروسيف هما حاجتين بس. الكومبليكيشن هنا بيحصل ايه؟ اسبيريشن او براديكارديا او انترا سيريبرال هيموريج. في الجاستريك لافاج هنبدا من فوق، ممكن اتاتش لارينكس اعمل لارينجوس بازم اعمل سيانوزيس، انزل على تحت يقول لك فولتي باسج انتراكيه، انزل على تحت شويه ممكن اعمل ميكانيكال جات انجري. بعد كده ممكن يحصل اسبيريشن، لو العيان فايق ممكن يحصل له هايبرتنشن ويزود الهارت ريت، لو العيان واخد او بي سي مبيد حشري او واخد ديجوكسين ممكن يحصل له برادي كارديا بالذات ان الاستومك ايه فيجالي سبلاي. دخلنا على الكريتشر كول، قلنا ده مهم جدا وده اول واحد بفكر فيه لما يجي لي عيان متسمم بحاجه اورال. هناخد فيه برينسيبال انديكيشن كونتر انديكيشن والكومبليكيشن والمالتيبل دوز اكتيفيتشر كول. قلنا اول حاجه الفحم ده بيأدزورب البويزون على سطحه، كلمه ادزورب يعني بيلزق في السموم، وقلنا كل السموم تقريبا اللي في الطب بتلزق عليه ما عدا الادويه الشمال. بعد كده قلنا ان هو موجود منه باودر وتابلت، والباودر دي هي اللي انا بستخدمها. الدوز بتاعته 1 جرام لكل كيلو جرام. الكونتر انديكيشن زي ما احنا متعودين الكروسيف والهيدروكربون. الكروسيف ليه؟ لتلات اسباب مهمين جدا بيجي شورت اسي. اول حاجه بيورسن الميديا ستاينايتس والبريتونايتس، لانه لو واحد بلع كروسيف في خرم في الاسوفجس الخرم ده يعدي منه الاكتيفيت شاركول ويعمل بريتونايتس او ايه او ميديا ستاينايتس على حسب. بعد كده بيماسك الفيو بتاع الاندوسكوب لانه لونه اسود، فانا دخلت بالمنظار مش شايف حاجه لان الكروسيف ده لازم انا اخش بالمنظار اشوف الدنيا فيها ايه. بعد كده نوت افكتيف، هو اصلا الكروس ما بتتشالش على الفحم. الهيدروكربون قال لك العيان اللي واخد فحم بيبقى عايز ايه يرجع، فممكن يرجع يحصل له اسبيريشن ويعمل اسبيريشن للهيدروكربون اللي هي مميته. انتستينال اوبستراكشن، اصلا احنا قلنا الاكتيفيت شاركول بيلزق في السم وينزل بيه في الاستول، طب لو في اوبستراكشن هنزل ازاي؟ مش هعرف. الالياس نفس الفكره برده الدنيا مسدوده بس اسمها فانكشنال اوبستراكشن، والبرفوريشن في خرم برده هيخرج منه ايه الفحم فيحصل بريتونايتس. الكومبليكيشن قلنا ايه؟ الاكتيفيتي شاركول ده واد ملزق بيلزق في بعضه ويلزق في الانتيدوت، يلزق في الانتيدوت بتاع مين؟ بتاع الباراسيتامول اسمه ان استايل سيستاين، وبيعمل كونستيبيشن وانتستينال اوبستراكشن. قلنا المالتيبل دوز اكتيفيتي شاركول ده شورت اسي اسمه جاسترو انتستينال دايليسيس، الجرعه بتاعته من نص لواحد جرام. ايه الحاجات اللي بنعمل لها مالتيبل دوزز؟ الاس ار سستيند ريليز والكونكريشن والانتيرو انتريك والانتيرو هيباتيك. الكومبليكيشن
قلناها. يعني ايه بقى كلمة جاسترو انتستينال دايلسيز؟ يعني الفحم اللي بنا بديه كل اربع ساعات ده بيأدزورب، يعني بيشد كده السم الموجود في البلاط، فانا كده عملت دايلسيز. يعني كلمة دايلسيز يعني نظفت الدم، كلمة دايلسيز يعني بغسل الدم، وادام الدواء وصل للدم بنسميها انهانسد اليمينيشن. فانا نظفت الدم عن طريق الجي اي تي، ما هو الحاجه اللي نظفت الدم ايه؟ هو المالتيبل دوز اكتيفيتشر كل موجود في الجي اي تي. يبقى انا عملت دايلسيس عن طريق الجات، اسمها جات دايلسيس. مهمه الهول باول اريجيشن، بغسل الجي اي تي من اولها لاخرها بحاجه اسمها بولي ايثايلين جلايكول، بحقنه عن طريق نيزو جاستريك تيوب لان طعمه مش حلو يعني، وبحط معاه انتي ايميتيك لانه ممكن يعمل فوميتنج. بدي العيان 2 لتر لكل ساعه على مدار 4 ساعات. امتى بستخدم الهول باول اريجيشن؟ لو العيان جاي لي متاخر وبلع كميه كبيره من السم، وفي نفس الوقت السم وصل للانتستين وهو بقى انتريك كوتد او اس ار. امتى ما ينفعش اديه؟ لو العيان عنده انتستينال اوبستراكشن او عنده الياس. يعني ايه الياس؟ يعني الامعاء مسدوده. ازاي انا هنزل بالبولي ايثايلين جلايكول ده؟ لو كان عيان عنده كوما او كونفالسن نفس الفكره، امن بس مجرى الهواء وادي اللي انت عايزه، بروتكت الايل واي بقفض اندوتراكيال تيوب. الكومبليكيشن ممكن يحصل له فوميتنج عشان بيبلع كميه كبيره جدا من السوائل، ممكن يحصل له فولنس احساس بالانتفاخ كده، وكرامبس يعني تشنجات، مش تشنجات يا ربي، مغص، تشنجات في عضلات البطن يعني، فاسمها مغص يعني. بعد كده خدنا الدايوريسيس. الدايوريسيس دي طريقه من طرق الايه؟ التنظيف السم من الدم. الكاينيتكس بتاعت البويزون لازم ان يكون اصلا بيخرج عن طريق الكليه، ولازم ان يكون لو في دي يعني موجود بس في البلازما، ولازم ان يكون لو بروتين بايندينج. انواع الدايوريسيس الفلويد والاوزموتيك، وفي كمان الفورس الدايوريسيس اللي بتتعمل بالتشينج بتاع البي اتش. قلنا دي الطرق اهي. الدايوريسيس بتتعمل لو حاجه بتشبك الكدني، لو في دي، لو بلازما بروتين بايندينج، وحاجه صغيره اصلا. دي شروط يعني. بعد كده بنعمل فلويد سواء بقى بسكر او سكر وملح، بنشربه ميه كتير، او اوزموتيك دايوريسيس بمانيتول 20%. بنعمل بي اتش مانيبيليشن ازاي؟ بالالكانيزيشن. الاسيديفيكيشن ما بنعملهاش، هندرس فيها البرنسيبال والتكنيك والبريكوشن. البرنسيبال قال لك ايه؟ ربنا خلك كليه ما بترجعش حاجه غير النون ايونايزد. يعني النون ايونايزد يعني تقدر تعدي من الممبرين عشان توصل للكبيرس. احنا شرحنا على الرسمه دي حاجه نون ايونايزد تقدر تعدي من الممبرين تروح للكابيلاري، كده اسمها نون ايونايزد. طب وانت عايز اصلا السم يعدي من الكليه يرجع تاني الدم؟ ده سم يا حبيبي هيموتك، هرجعه تاني الدم؟ لا مش عايز يرجع الدم، فاعمل له ايونايزيشن عشان ما يرجعش. طب الايونايزيشن ده هيتم ازاي؟ قال لي اصلا انا بعمل الحكايه دي اسمها الكانيزيشن، بعمل اسيك دراج. الاسيك دراج بيتاين في حاجه عكسه، في الوسط عكسه. فلو هو اسيدك يتقين في ايه؟ في وسط الكلاين، فاعمل الكلانزيشن يورين. قال لك هتعمله ازاي؟ قلت لها هعمله عن طريق البايكارب. طب ما حلو قوي. قال لي بس في مشكله، لو البايكارب ده قعد في الدم هيعمل لي الكازوز في الدم، فخلي بالك تجيب البايكارب ده وتشده شد، تسحبه سحب كده وتوديه على الكليه عشان يشتغل في الكليه بس، ما يعملليش تغيير في البي اتش بتاع الدم ويعمل الكالوز. طب يا عم فيها يحصل الكالوز؟ لا، الكالوز هتعمل حاجه اسمها هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا دي مميته، فالجسم هيحاول يتخلص منها فيعمل ايه؟ يمنع نزول البوتاسيوم. يعني يمنع نزول البوتاسيوم الكليه هتاخد بدل البوتاسيوم ايه؟ هتاخد بدل البوتاسيوم هيدروجين. الهيدروجين هيعمل اسيدوزيس تاني في اليورين، فبوظت شغلي وشغلي كله وقع على الارض. فقلنا البايكارب ده يعمل ايه؟ يتلم كده وما يقعدش في الدم، ينزل يقعد في الكليه. مين اللي هيشدوه من ايديه الاثنين ويسحبوه على الكليه كده سحب عشان ما يقعدش في الدم؟ ما ينفعش يرقد في الدم، لازم ينزل الكليه يشتغل في محل عمله. المانيتول والديكستروز. المانيتول والديكستروز شدوا البايكارب على تحت. كمان بستخدم مع الديكستروز والمانيتول والبايكارب بستخدم ايه؟ بوتاسيوم كلوريد. ليه بستخدمه؟ عشان لو حصل ايه؟ لو حصل هايبوكاليميا اعمل لها كوركشن. طب ايه هي البريكوشن وانا بعمل غسيل وبعمل قصدي دايوريسيس؟ دايوريسيس ده يعني ادرار للبول. قال لك اهم حاجه تطمن على الكيدني فانكشن، لان انت هتحقن كميه كبيره من السوائل. قال لك اصلا احنا بنعمل حاجه اسمها ريبيتد سايكلز، يعني انت ديكستروز بايكارب مانيتول، ديكستروز بايكارب مانيتول، ديكستروز بايكارب مانيتول، على ايه؟ على هيئه سايكلز على مدار 6 ساعات. فالعيان ده محتاج كيدني فانكشن ايه؟ كويسه. بعد كده ديورنج الدايوريسيس لازم اتاكد ان البلاد بي اتش
ما يزيدش عن 7.4 او 7.5 بالكتير، ما يعديش عن كده. واتاكد ان البوتاسيوم برضو نورمال. في اليورين بتاكد على حاجتين، ان بيطلع اوت بوت من 300 الى 500 عشان الفلويدز دي ما تتراكمش في الجسم وتعمل لي فلويد اوفرلود ويضطر يحصل العيان ايه بالمونار اديما. كمان اليورين بي اتش لازم أن يكون 7.8 الى 8. ليه؟ لان دي احسن بي اتش بيحصل عندها ايونيزيشن وايه والكالينيزيشن، وبالتالي هيحصل اكسكريشن محترم للسم. كمان السماعة باوسكالتيت اللونج بيز عشان اتاكد ان مفيش بالمونار اديما. من هي السموم اللي بعمل لها الكالينيزيشن؟ 4 سموم، 2 نحفظهم زي اسمنا الساليسيليت والفينوبارب اللي هو اللونج اكتنج، و2 بقى ايه بيعملوا هيموليسيز ويربدو مايولايسيز. هيموليسيز يعني كسر كور الدم الحمراء تنفجر تطلع الاسيد هيماتين اللي جواها والهيموجلوبين، ودي حاجات اسيدك فتعمل اسيدوزيس. اشهر حاجه بتعمل كده بتعمل نزيف اسمها نافتالين نزيف، والربدو مايولايسيز بيعملوا السي او اللي هو اول اكسيد الكربون، بيعمل دايركت ماسل توكسيستي هو اصلا توكسيك على العضله، والاستريكنين بيعمل تشنجات تكسر العضلات. بعد كده خدنا ايه الدياليسيس. دياليسيس عندي هيمو دياليسيس اللي هو غسيل الكلى او بيسموه الترويق الدموي، بروق دمك كده يا عم واظبطك والدنيا قشطه. بعد كده بريتونيال دياليسيس بعمله ان انا بستخدم بريتونيال بمبرين على اساس ان هو ايه سيمي بيرميابل ممبرين. عيوبها ان هي بتعمل بريتونايتس وكمان بتاخد فتره طويله ومش افكتيف قوي. المالتيبل دوز اكتيفيت شاركول بستخدم المالتيبل دوز اكتيفيت شاركول زي ايه كانه الممبرين بتاع الفيلاي ده كانه سيمي بيرميا ومبرين، انضف بيه الدم فبنضف الدم يعني دياليسيز عن طريق الجد فسميها جد دياليسيز مهمه جدا. بعد كده هيمو دياليسيز هناخد فيه البرينسيبال والميثود وناخد معاه الكاينيتك والانديكيشن كونتراديشن كومبليكيشن. يلا نخش عليه. اول حاجه ان احنا الدم ده بيخرج من جسمي يروح على مكنه الغسيل، هيخرج بره جسمي ممكن يتجلط، فبعمل له ايه بحط عليه هيبريني، بحط هيبرنايزد بلاد بيعدي خلال سيمي بيرميابل ممبرين يعني ممبرين متخرم، بيعدي حاجات وما بيعديش حاجات، بيعدي السموم وما يعديش البروتينات والكلام ده. طيب هتعدي من دمي السموم دي، هتعدي من دمي تروح لسبيشال فلويد موجود في المكنه بحاجه اسمها كونسنتريشن جريدينت. ممكن يجي سؤال ام سي كيو يقول لك ازاي بيعدي؟ بيعدي بالكونسنتريشن جريدينت. الخصائص نفس خصائص الدايوريسيس، يكون سمول في دي وسمول موليكولار ويت ولو بلازما بروتين بايندينج. مين هي الديالازبل دراج اللي هي سيوف السلاب، سيوفيلين ساليسيليت ليثيوم الكحول باربيتوريت. امتى اعمل غسيل كلوي؟ لو كان عدى عنده فشل كلوي او بلع كميه كبيره من التوكسيك او هو بيحصل له ديتيريوريشن بالرغم من الجود ميديكال كير. امتى ما ينفعش اغسل؟ لو اصلا الدواء ما بيتغسلش او هو عنده كواجلوبسي يعني نزيف بينزف اصلا لوحده، فما ينفعش انا اخليه ياخد هيبارين، الهيبارين ده هيخليه ينزف اكتر. بعد كده الهايبوتنشن ممكن يوطى ضغطه لان كميات كبيره من الدم بتخرج من ايه من جسمي. المضاعفات الكومبليكيشن ممكن يحصل لي هايبوتنشن عشان الدم بيخرج بره جسمي، ممكن يحصل بليدنج بسبب الهيبارين لان الهيبارين بيشتغل 6 ساعات وانا بقعد اغسل في ساعتين مثلا فهيفضل في دمي لفتره طويله. اير امبوليزم الحقن بقى تدخل وتخرج تعمل اير امبوليزم، والانفكشن بالاتش اي في والهيباتايتس سي، والالمينيشن اوف ثيرابيوتيك دراج ممكن اشيل ادويه كنت بتعالج بيها. الهيموبرفيوجن قال لك ان انت بتعدي السم على مكنه، بس المكنه دي فيها ايه فيها قماشه كده عليها اكتيفيت شاركول، اكتيفيت شاركول بيلزق في السم، بس كمان طلع فيه عيب ان هو كمان بيلزق في البليتلت وبيلزق في الوايت بيسيز وبيلزق في الكالسيوم والجلوكوز وبيعمل كمان هايبوتنشن عادي برضو زي فكره الغسيل. وشكرا.